السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تحدي دور الستاشر السينمائي. وتاخدوا بالكم وأنا بتك على السينمائي عشان يلا مش هقول أكتر من كده. ضيوفي في هذه الحلقة شريكي الأساسي في كل خناقة في الدنيا محمود أبو إسماعيل، وضيفنا مستر أحمد فهمي اللي داخل معنا في خناقة النهاردة الخاصة بعالم يخصه جدا جدا، والعالم ده هو عالم مارفل. والمناسبة هو ان خلال ايام قليلة سيصدر فيلم واكاندا فوريفر المحطوط عليه امال كبيرة وحاجات كتيرة قوي في انقاذ ما تم افساده في عالم مارفل. فاولا منورني يا دود. حبيبي يا رئيس منورني يا دود. جاهزين للتحدي؟ يلا بينا. اللي معانا النهارده هم 16 فيلم من الام سي يو، من عالم مارفل السينمائي. يعني بالتبعيه في افلام كتير تم استبعادها، وفي ما فيهوش ملك اسكندريه، معلش اكيد يعني انا اسف. ففي افلام تم استبعادها واحنا متضايقين ان احنا استبعدناها، وفي افلام تم استبعادها وفي 60 داهيه. طيب مش فارقه معانا خالص، عشان تكون ملاحظه ويكون يكون معروف ان العصر بتاع مارفل اللي احنا بنتكلم عليه ده هو ايه، قبل السياسات، قبل وجع الدماغ، قبل العيد الكبير اللي هم بيجيبوه مؤخرا. فده خلينا نقول العصر الذهبي من مارفل، خلينا نسميه. فبس ده اللي بنلعب معاه. مظبوط. فأنا عارف ان في ناس كتير بتتضايق بعد كده، بعد ما الحلقه بتطلع بتقولك ازاي ما حطيتوش الفيلم الفلاني. يعني اتكلمنا عن الافلام العربي، قالك ازاي ما حطيتوش ملك اسكندريه. ده انا جاي من اسكندريه عشان اسال السؤال. اتكلمنا عن الافلام اللي ترشحت الاوسكار وما كسبتوش، فالناس قالت ازاي ما فيش ملك اسكندريه. فدايما فملك اسكندريه مش معانا النهارده زي ما فهمي قال. بس في افلام تانية كتير، في افلام تم استبعادها. طور الاول تم استبعاده في النهايه لان احنا لازم نلتزم بال16 فيلم، وده شيء ضايقني لان طور الاول فيلم انا بحبه. هل في فيلم تم استبعاده انت متضايق ان هو خرج من ال16؟ مش متضايق، بس كنت عندي كلام عليه، ايرون مان الجزء الثالث. اورايت. هل انت عندك ايه يعني؟ بصراحه لا، عشان انا المفروض اللي بكره مارفل فاقول قشطه مش مهم، انا بس هو فيلمين ثلاثه اللي مارفل عملتهم عدلين. ف طيب بما انهم فيلمين ثلاثه، هل انت متصور يعني حاطط في دماغك داخل باستراتيجيه مين الفيلم اللي عاوز تكسبه في الاخر؟ مش عاوز اكسبه، مش عايز اكسبه، مش هقول مش هقول مش هقول مش عايز اكسبه، بس واضح بالنسبه لي ان هو فيلمين مش هيطلع منهم احسن اللي هيكسب من الاخر. تمام، بس انا ايه هحتفظ بدل نفسي. عندك حاجه زي كده؟ اه اوكي. وانا كمان عندي حاجه قناعات مسبقه زي ما تعودنا في البدايه، ندوس لايك على الحلقه، نشترك في كل القنوات بتاعنا. الكريتر دلوقتي يا جماعه اقل حاجه 3 4 قنوات، كل واحد داخل بخمس ست قنوات مثلا. يعني اللينكات موجوده تحت في الديسكربشن. محتاجين الدعم بتاعكم عشان الحلقات تستمر، وعشان القنوات تستمر، وعشان الضيوف تتشجع اكتر واكتر انها تظهر معانا. وكالعاده هنبتدي بالقرعه. يلا بينا. مستر فهمي ضيفنا دايما هو اللي بيحسب اللي بيسحب اول مباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. ام اوريدي متلخبطين ايه؟ لخبطنا. اوكي معلش. لزوم النزال. لزوم النزال. بلاك بانثر هو الطرف الاول في المباراه الاولى. كان اكاديمي اوورد نومينيتد بلاك بانثر. كيف فيلم مارفل الوحيد اللي اخذ اوسكار؟ اسحبه اللي هيلعب ترشح لاوسكار. اذا كمان انا برضو اللي اعملها. يا لهوي، اول ماتش اول خمس نجوم ده. احنا بنحبك قوي. الله يخليك يا فندم، يا رب حاجه حلوه. ايرون مان 2008. ايرون مان الاول. اوه مباراه ساخنه. اوكي اتفضل يا جود. اوكي عجبني ان هو طلع ستاندالون مع ستاندالون. هتبقى وحش لو فيلم ستاندالون يطلع مع فيلم انسامبل زي مثلا انفينيتي وور. انفينيتي وور. اوكي انفينيتي وور. ممكن يخش مع الفيلم التاني اللي انت كده بحرق الافكار اللي في دماغي. اي شوت دو ذات. اوكي انت فهمت شويه سيفل وور. سيفل وور. اوكي اوكي الورز بتلعب بعضها كلها. اومني جاد. اوكي انفينيتي وور مع سيفل وور. عنيف الماتش ده جدا. المباراه الثالثة هتكون ما بين دكتور سترينج ستاندالون. اوكي. و ايج اوف اولترون. افنجرز ايج اوف اولترون 2015. روح فهمي. المباراة الأخيرة في الجنب الناحية دي. فار فروم هوم. فار لوفلي. انت متخيل لو فيلمين لنفس البتاع فيرست افنجر. كابتن امريكا فيرست افنجر. كابتن امريكا ذا فيرست افنجر. اوكي. فار فروم هوم. فار فروم هوم ده الثاني. يا نو واي هوم. معانا نو واي هوم. انا اللي كتبته غلط. اوكي نو واي هوم. الحمد لله انقذنا الدنيا يعني على الاقل. فار فروم هوم ما دخلش رغم انه فيلم حلو جدا على فكره. ما عنديش مشاكل. لا عندي مشاكل مع علينا. خلاص ما فار فروم هوم سيء. نتحرك. انا مستعد اقول انا افتكرت دلوقتي ان عندي مشاكل مع ده. كويس ان هو مش موجود. خلونا نفتكر ده نو واي هوم. هوم كومينج.
اوكي اوكي كويس انهم ما طلعوش بصوت بعض. تعال نحطها ناحيه دي يا باشا. وانت سولدر خلصان. يا سلام. ما تفرجش وجهه نظر. اوكي انا بس بعد اذنك. بعد اذنك. دور مين؟ دوري؟ دور. انت مان. اوكي اوكي. يعني يطلع قدامه اند جيم. اند جيم. جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم. اه برضه. بس حبيت اشتغلك عشان. اوكي اوكي. عم فهد. جو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيهاش اصلا. جارديانز اوف ذا جالاكسي الاولاني تقريبا. اه. اوكي. مع 2015. وسيواجه. اكيد حاجه ضخمه. افنجرز. اند جيم؟ لا لا العادي. افنجرز الاول العادة 2012 العادة. ده ماتش اب ابن لذينة. اخر مباراه تفضل. راجناروك مع الفيلم الوحيد اللي لسه ما اتقالش واضح جدا. اند جيم. وده ماتش خرافي برضه. ده ماتش عزاء جدا جدا خرافي. ده ماتش هنصالح فيه الفيلم اللي هيخرج واللي احنا عارفين انه هيخرج. اي ملاحظات على المواجهات بلاك بانثر قصاد ايرون مان؟ لا كل حاجه مترتبه حلو. كل حاجه يعني انا شايفها ماتشات متوازنه. دكتور سترينج قصاد حلو حلو. مفيش مش هتقابل نفسه. يعني مفيش فيلمين لكابتن امريكا. مفيش فيلمين لفلان فلان كده. يعني احنا توزيع الفيلم مش بتعمل كده. قسم التقسيمات الليمينري راوندز. المباراه الاولى يلا بلاك بانثر وايرون مان. اوكي مين حابب يقود هذا؟ افضل هذه ايرون مان. ايرون مان اللي بدا الليله كلها. انا بص من الاخر انت ما ينفعش تقول على فيلم بلاك بانثر انه فيلم جامد الا لو يعني هو مش فيلم حلو كل حاجه, بس واضح ان الهايب اللي الفيلم ده اخده كان مشحون سياسي نوعا ما. تمام يعني لو نتكلم بجد بلاك بانثر الفيلم الوحيد اللي اخد اوسكار باز ما بين كل افلام مارفل. هل كانت مستحقة؟ هل كانت مستحقة؟ لا بس هل انت دلوقتي بتهيت على الكامبين وبتعكس؟ ما بهتش على الكامبين. لا 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 مش عايز. انا عجبني فيلم بلاك بانثر تمام بس ما يقربش حتى من العظمة بتاعت الاوريجينال ايرون مان. من غير ايرون مان ما كانش هيكون فيه ام سي يو. فيعني فانت الفوت بتاعك واضح انت ايرون مان. ايرون مان جدا. ايرون مان بشكل مش طبيعي. حابب تنزل له الملعب ولا حابب تسنده؟ لا انا هتفق مع الراي وليس الشخص. اوكي الراي وليس الشخص. ان ايرون مان لا يعني هو ان ايرون مان يكسب ويطلع هو بلاك. هو اللي حط التريد مارك المارفلي. تختار الشخصيه وتختار الممثل وربنا يكرم بعد كده في اللي جاي الدنيا بتمشي. جون فافرو الراجل اللي عمل مارفل ايرون مان مارفل سمبل 3-0 اول واحد. 3-0 يعني اول واحد. اه طبعا ايرون مان ليه مكانه خاصه جدا عندي ويظل على الرغم من الفيلن النمطي لكن الفيلم نفسه رائع. بس على فكره الفيلن النمطي ديت اترسخت في الافلام اللي بعد كده. لما طلع في اول مره اه طبعا ناس كتير كانت ارياء بس برضه كان ليه وزن بالاضافه لوزن الممثل نفسه. فالعمليه كان ليها فاليو كبير. الترانسفورميشن جت في ظرف استدعى ذلك. قد يكون عكس كل السوبر باورز او السوبر هيروز اللي موجوده في المارفل سينماتيك يونيفرس. ده واحد كان لازم يترانسفورم والا هيموت. ما عندوش حل تاني. مين اللي خلاه يترانسفورم؟ واحد مصري. اوه انت بتلعب كارت القوميه العربيه كمان في واحد مصري بالظبط. اي حد يعني اضيف بس نقطه دي حد حاجه في التاريخ بتاع مارفل على فكره بيتنسى ان اللي ادى الدفعه الزقه اللي عشان ايرون مان يبقى ايرون مان كان واحد مصري مش روبرت داون. لا خالص بيرت روح سيد بدريه جون. تفتكر السبيتش السيد بدريه قال ايه؟ فاكر قال سيد توني انت قرفتني. اول في الاول يا اهلا وسهلا. ايوه ايوه وميت مرحبا بمستر توني ستارك اكبر سفاح وقتال قتله في تاريخ امريكا. معلومه كمان هو عمل نفس الاداء ده في لعبه انشارت فعلا. اورايت شخص مختلف. ده مش معناه ان بلاك بانثر في كراهيه تجاه زي ما هو قال. انا عاجبني كيلمونجر جدا بحب كيلمونجر جدا. صراع مش نمطي كيلمونجر. لا مش تخيل نمطي في حكايه ان هو ايه بدله زي بدلتك يلا بدله زي بدلك كنا نضرب في بعض. بس في صراع ايديولوجيات بين الاثنين. مين يبقى الشخص صالح وملك صالح. اوكي انا عندي زاويه عاميه وسوفت سبوت شويه وشويه حنين للصراع العائلات لما بيحصل في اي فيلم ليه علاقه بعالم مارفل. علشان كده انا متالم شويه لاستبعاد طور الاول.
اوكي. لان طول الاول كان اخ وصاد اخ ضد التوقعات بتاعت الاب، حاجه رمي على شكسبير، حته هاملت على الماشي. كينيث بران عكس ده كويس جدا لان هو جاي من المدرسه ديت اساسا، وده موجود في بلاك بانثر، فكره الابن القريب او ابن العم اللي تم التخلي عنه وشعورك بالذنب يعني تجاهه. حتى لو نمطي حضرتك ده كله، لو نمطي ليه خلفيه، ليه روح مظبوط في حقيقه. هو ده استن، انتوا عارفين الرهان بتاعي بخصوص كيلمونجر ولا ما تعرفوش؟ ايه كيلمونجر بنتش هيطلع في الجزء الجاي. انا عندي، انا بدي استند النظريه ديت وهبدا مني وانا قصاد العالم كله فيها. ما يعني بالنسبه للسياسات بتاعت مارفل مش منطقيه قوي ان هم يرجعوا كيلمونجر ما دام هم اوريدي عايزين يدوا المانتل بتاع بلاك بانثر لشوري. ده هيجعل من المشهد المؤثر الاخير لما طلعوا قدام الشمس وخلاص بقى. مش اول مره يعني يعني ده احنا لسه ده. بس هقول لك السند بتاعي ايه، هي مش هبدا 100%، هي في وراها سند في انفينيتي لا في انا شفت شوريف في انفينيتي وور. البلاك بانثر لما كانت اللي معاه بتقول له الاستعدادات للحرب اللي هي خلصها في الاخر نجيب ذس مان شيلد، في اللقطه ديت كانت بتقول له وات اباوت ذس وان، وما قالوش مين ذس وان، شاوروا على حد ما ظهرش في الكادر فقال لها ذس وان از تايرد اوف وور. ايوه بس ذا وايت وولف، بات ذا وايت وولف هاز ريستد لونج انف او از ناو ريدي. لا كلام على باكي اظن كان واضحه جدا ان هو كلام على باكي. ويل ذس وان از تايرد اوف وور but the white wolf. يعني انا ركزت فيها قوي. however غالبا هطلع غلط من يونيفرسيتي واحب اشوفه. اوكي اوكي ممكن. عملت 3-0 اول راوند. 3-0 اول راوند مع كامل الاحترام لبلاك بانثر اللي هو الحاجه اللي مخلينا نعمل القعده دي اساسا الجزء الثاني اللي هينزل منه. وانا صراحه يعني متحمس جدا بجد. طب ايه درجه تحمسكم صحيح لوكاندا فور ايفر؟ 100% بجد والله. ليه ما اتفقتش من اللي حصل؟ اللي حصل فيه في فيس فور كلها. لا 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 ده شي هالك المسلسل المفضل معروف في ايه بنهزر اكيد. انا تخضيت. لا انا بتزاول من الحاجات دي. لا لا بهزر. اصل الصراع الواكاندي الاطلنطي ده من مستنينه من زمان. Right. ده من اند جيم مستنيين، فان انت تشوفه ده حاجه خطيره جدا. مش مستنيين دكتور دوم، بس قالك دكتور دوم لا مش قلقان من انتقال الستوري لاين بتاع بلاك بانثر لعالم الخرافه بالعمق ده. ده انا اللي كنت عايزه في الجزء الاول، لان الجزء الاول انا ما استعرضتش واكاندا. انت بتقول ايه؟ يا نطلع للناس يا نكتب يعني حدوته فعلا حدوته ملموسه ماينس حته التكنولوجيا والبتاع وما اعرفش. الدنيا ماشيه ازاي في واكاندا؟ مش الطقوس اللي هي الفولكلوريه البسيطه لتنصيب الملك والحاجات دي. فلا انا عايز اشوف الترايبال وور بين الاثنين في واكاندا فور. مش حاسس ان غياب تشادويك بوزمان، وهو طبعا شيء حزين جدا، ممكن ياثر بالسلب على الفيلم؟ يعني انا اثق في رايان كوجلر، تمام، لان اصلا وهو بيعمل بلاك بانثر الفيلم الاولاني كان رايان كوجلر وتشادويك بوزمان كانوا شغالين مع بعض عشان يعملوا الشخصيه دي، تمام. فدلوقتي رايان كوجلر موجود في المانتل بتاع المخرج، هو اللي بيحكي القصه دي، هو اللي بنى واكاندا من البدايه، والضغط عليه هيكون تقيل جدا. لان من الافلام اللي خلينا نقول كانت في الاوائل بتاعه افلام مارفل لسه بيحكوا قصه اورجين للبطل، ما راين كوجلر هو المخرج الوحيد اللي لسه موجود من العالم ده، بل وهو المخرج اللي هيكون عليه ضغط بعد كده، لان راين كوجلر هيعمل سيكريت وورز، تمام، الافلام الكبيره اللي جايه بعد كده. فاحنا دلوقتي مستنيين واكاندا فورايفر، الفيلم اللي جاي اللي هيعرف اللي هيجي بعد كده، ان هو اللي هيكون ورا الكاميرا، هو الروسو برادرز الجديد. فاهمني؟ لو انا شفت انا ممكن افقد الامل. يعني اشك الستار باور اللي فيه، مش قصدي النجوم، قصدي الشخصيه. بس انا موافق على اللي انت بتقوله ده، ان الوزن اللي على الفيلم فعلا ممكن يفقد الناس الاهتمام بالكامل. حلو. ايرون مان طلع من المواجهه الاولى عشان يقابل واحد من الاثنين في المباراه الثانيه ما بين افنجرز انفينيتي وور وكابتن امريكا سيفل وور. اظن ان دي هتكون اصعب 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 مباراه في الخط كله بيحصل، اصعب مباراه فعلا. يا الهي قول لي انا اللي اقول يا ربي انفينيتي وور وسيفل وور الاثنين الجزء الثالث، الفيلمين الجزء الثالث في السلسله بتاعتهم. صحيح صح. سيفل وور جامد قوي يا جدعان، سيفل وور خطير، سيفل وور ما فيهوش فصل مهوي، سيفل وور ملموس في اغلب تفاصيله. فكره سوكوفيان اكورد وما فيهوش بقى حته اليونيفرس والمجره والكواكب والكلام ده كله، الدنيا الى حد كبير ملموسه. الصراع الخيانه، احساس ايرون مان بالخيانه والشق اللي حصل في العلاقه اللي اتبنى عليه حاجات كتير بعد كده. جوه الفيلم ده تقدم سبايدر مان وتقدم بلاك بانثر، وحصلت الحرب بتاعت المطار، انفينيتي وور على الجانب الاخر في دي في الانترو بتاع ثور. Bring me Thanos. ايه
انا بص انا من مهما قعدت اعزز في سيفل وور تمام انا كده كده اروح لانفينيتي وور لان هتروح لها يمين هتروح لها شمال. انفينيتي وور هو فيلم عن شخص واحد ثانوس العالم كله العالم كله بيلف علشان تحكي قصه الشخص ده اللي هو ثانوس تمام. من ناحيه فيلم سيفل وور العواقب اللي جت من القصه اللي اتحكت هنا لو اتكلم بجد ما اوكي زعلوا مع بعض بس في الاخر ايه راح بعت له التليفون قال له بس انت لسه مان ماشي عامل لا انت لسه ما حلوهاش بدي اوكي بس انت رجعت بعد كده في اند جيم بان الكراك ما ايرون مان ما تخطهوش احنا لسه في الشرخ موجود وانا ما سامحتش والدنيا ما اتحلتش بس ما اتقفلتش جوه الفيلم ذات نفسه جوه فيلم يعني هي جوه فيلم انفينيتي وور كان في حاجات بنت لذينه حصلت. انت عندك جمورة ماتت احنا شفناها خلاص ماتت في الفيلم شفنا المصيبه دي شفنا ثور وهو بيروح يعمل المطرقه الجديده بتاعته في حاجات كتيره حصلت وكل ده وهم مش التركيز الاساسي بتاع الفيلم. التركيز الاساسي بتاع الفيلم هو قصه المات تايتن اللي اسمه ثانوس ده اللي جاي وعنده هدف واحد ان هو يدمر اليونيفرس كامل. طب هسالك سؤال يا رب هل تظن ان الشرخ اللي قسم الافنجرز لفرقتين اتعمل صح ولا اتعمل غلط في سيفل وور؟ سؤال يعني محتاج تفكير كبير بس ممكن اقول ان في ايه ما تعمل لي ايه ده انت بتعمل لي لا انت بتبت كده لا نو لا دون دو ذا اوكي خلاص انا شايف وما مالكش دعوه رايي ده رايي انا شايف ان هو اتعمل حلو جدا كدراما بس ما اتعملش حلو جدا خالص كاكشن. كان يطلع ست بيسز اكتر من كده كابتن امريكا ايرون مان كان يطلع اكتر من كده يعني الفايت سين بتاع المطار ده لا كان ممكن يبقى مور جلورا فايت اكتر من كده صح انا معك في دي. الاكشن سين بتاع المطار قفل قفله دراميه سودا بنت لذينه رغم ان اغلب احداثه كانت خفيفه بالظبط ما كانش فيه حاجه حرجه قوي بس الشرخ في العلاقه في الاساس على السخوفيا اكورد بالوجهتين النظر وبالاسباب اللي اتقدمت بقالها كتير قوي اللي بتدفع ايرون مان للاقتناع بيها والاسباب اللي اتقدمت بقالها كتير قوي اللي تدفع كابتن امريكا للاعتراض عليها هو ان الشرخ ده يتسبب في مشكله كبيره. هقول لك حاجه معلش يا اتمنى هو ده البرنامج بتاع افنجرز يعني انت لو حضرتك رجعت الفيلم الاولاني هي الشخصيات كانت بتزق بعضها حلو. يعني انا بشوف ان من افنجرز الاولاني لحد بقيه الافلام اللي هي متجمعين مع بعض الشخصيات بتتطور مع اللي حواليها بيزقوا بعض حلو. فالديناميك ده موجود ويمكن دي معلومه جانبيه فيلم انكريدبل هالك ما نجحش او يعني ما خدش الهايب بتاعه عشان جه بدري قوي ما استفادش من الديناميك دي انت عملت هالك لوحده منعزل تماما عن البقيه فانا بشوف ده متحقق هنا في ديناميك بين الشخصيات. طب ده ما يخليكش تحن شويه ناحيه سيفل وور؟ انا هديله كل التقدير هديله كل التقدير اللي في الدنيا. انا بعشق فيلم سيفل وور. فيلم سيفل وور فيلم عظيم فيلم خرافي بس ما ينفعش تقربه من انفينيتي وور. طور الشخصيات بس ما ينفعش تقربه من انفينيتي ما ينفعش تقربه لان بص ماشي هنتكلم على سيفل وور قدم سبايدر مان زي ما انت قلت قدم بلاك بانثر في جاينت مان بيطلع فيلم خرافي في حاجات كتيره بس لو هنرجع ورا شويه كده ونتكلم على الوزن بتاع الكونفليكت اللي انت بتقول حصل فيه نفس السنه دي نزل فيلم الام تلاقيها الله كلها قعدت تتريق عليه فيلم باتمان في سوبرمان وقال لك ايه الكونفليكت ما بين باتمان وسوبرمان ان ايه ماما اسمها مارثا. طب على فكره الخناقه اللي حصلت لما كابتن امريكا فعلا قعد يتخانق مع توني ستار اتخانقوا ليه علشان ايه ده قتل امي. طب يعني من الاخر كان هو سوء تفاهم صغنوط لا انا مش بتكلم عن ده انا بس لا ما اسمهاش مرض بس لا من الاخر الكومبليت بيعمل قبل التصوير يا دود وانت شاهد علينا قلت له لاول مره نصور حلقه مع بعض وما نجيبش سيره ايه لا هو دلوقتي على بعد محطه اتوبيس واحد بص تمام واحد بيطير أوكي. شاف واحد بيلسع الناس بالخفافيش حلو قوم بتاع الخفافيش أيوة. شاف اللي بيطير جميل جدا لا انا بتكلم مش من شله واحد بص كل واحد حس ان في خطر قصدي ان في الاخر الحاجه اللي خلتهم هما الاثنين الحاجه اللي خلت سوبرمان يتخانق مع باتمان ايه ان اخذ ام سوبرمان وراح عشان يتفاهم مع بروس وين بس بروس وين ما تفهمش لحد لما سمع اسم امه تمام نفس على فكره نفس البلوت لاين ده حصل في سيفل وور يعني ايرون مان راح رايح لباكي وراجرز تمام اكتشف استنى بس اكتشف ان هو اسمه ده قتل امه وهو صغير قتلت امي ليه خلاص انا هقتلك يا ستيف رولر مع انه لو قال له ثانيه ده انت كذاب
متذكر. انا مش كذاب، مش ده اللي حصل. بص اصل انت بتقول حاجه ما حصلتش. هو قال له بالاخر ايه يعني؟ بص بالله عليك يا شيخ، بالله عليك يا شيخ، القضيه كلها يعني انت عارف من الاول، انت عارف ماشي دي المصيبه. ايوه ايوه بس هو قال له صلى على النبي خمس دقايق بس. على فكره في وقتها كانت دماغه ممسوحه، بس هنهدى مع بعض ونتكلم بشكل مناسب جوه الفيلم ولا لا؟ في اول مشهد لما بين لك قد ايه علاقه ايرون مان، قد ايه علاقه توني ستارك باهله في الاساس مضطرب. بس هو ده الكونفليكت، هو ده الكونفليكت اللي عمل سيفل وور، هو ده الكونفليكت اللي خلاهم فعلا تطور الكونفليكت، ده اللي خلاهم فعلا خلو. انما الاساس بتاع الكونفليكت اللي هو الاساس بتاع الكونفليكت مش مربوط بالوزن بتاع الكوميكس اللي جاي منه. الوزن اللي جاي منه من الكوميكس تمام. الكوميكس انا مش هعرف العبها الحاجه، مش هعرف. بس انت دلوقتي بتتكلم في الكوميكس، الحاجه اللي خلت فعلا في سيفل وور ما بين الابطال الخارقين، ان مين اللي مع يكشف الايدنتيتي ويبقى ريجليتد من الحكومه، ومين اللي مع لا يا معلم انا بقى الواحد تمام. ما انت مش تعرف تعمل حاجه زي كده. قال لك الحقيقه هي ايرون مان، ايرون مان تمام، مفيش اي مشكله. بس الحاجه اللي تخلي في حرب اهليه فعلا حصلت بينهم دي تبقى بوينت من تلازينا. انما الثانيه يا جماعه انتوا دمرتوا الدنيا كتير، it doesn't actually make that much sense. مفيش منطق كتير قوي ان هم دمروا الدنيا. في فضائيين جم كان لازم نتصاق. لا في فضائيين جم احنا عم ايه كامل النتيجه. هو ساعتها كان بسبب الالترون والروبوتس وسوكوفيا والهاتش والحصان. جميل جدا. دي الحاجه الوحيده على فكره تمسكها على افنجرز اذر ذان ذات، غير كل ده لا. هو كتر خيلهم شكرا جدا على الكلام اللي انتوا عملتوه. بس ده ما يستدعيش ان يلا هنعمل اتفاقيه ويلا. والاتفاقيه دي على فكره طلعت في الفيلم ده ما تجيبش سيرتها تاني الا بعد كده العالم مولع. اه بالظبط الا في شي هالك. فين العواقب اللي جت من كده؟ مفيش. من الناحيه الثانيه بقى انفينيتي وور كسر عالم مارفل. مع كسر عالم مارفل وانت بتتفرج على انفينيتي وور انك بتشوف سكتشات من بطوله تانوس. تانوس يقابل ذا جارديانز اوف ذا جالاكسي وتغلب عليهم. عشان كده كل تانوس يقابل ما اتطورتش ما اتحركتش بعد الفيلم. كل يعني دكتور سترينج قبل انفينيتي وور هو اللي في انفينيتي وور وبعد انفينيتي صح. لان الفيلم على الفيلن اللي ما تقدمش حلو اصلا. احنا من اول بوست كريديت سين في 2012 هيطلع امتى؟ ومن العيوب بالنسبه لي فيلم جاردينز الجزء الاولاني ان ما طلعش فيه. لا طلع بس طلع كان قاعد يعني تناولناه مستني بالعلاقه مع جامورا بالهاتش بالكلام ده. فعلى العموم يعني انا اختار انفينيتي وور، لان انفينيتي وور هو فكره الكروس اوفر الخطير ده هو العماد اللي قايم على الام سي. مش اتفق معاك ولكن عشان ماشي. وطالما فيلم ما فيهوش اي وقت اسمه مرسى مش اوكي شغل حنان ترك ومنازل. 3-0 دكتور سترينج ويا ايرون مان لوحده هيقف وسط الهلومه دي. ممكن يكون عنده فايده. دكتور سترينج وايج اوف المباراه الثالثه دكتور سترينج وايج اوف الترون. مباراه في الظل. انا هتكلم اول عن دكتور سترينج، مش هطيل يعني. انا بحبه جدا والافكار البصريه اللي اتعملت في الفيلم ده مبتكره جدا على عالم مارفل. اكيد شفناها في حاجات تانية قبل كده، بس ما حسيتش في اخره ان انا عايز اعرف كتير عن دكتور سترينج. والفيلم فيه كتير شخصيات ما كانش ليها لازمه او مش ملهاش لازمه ما عملتش حاجه، ومعتمد قوي على فكره عتقت في عالم مارفل السينمائي هو الشخص المغرور اللي هيبقى لطيف. وعجبني فيه جدا الحته اللي هو دكتور سترينج الشخص اللي طول عمره بيحارب الموت تصالح مع الموت في اخر الفيلم. بس لا الفيلم مخدوم كويس، لا الشخصيات مخدومه كويس، فعشان كده ايوه. انت ما بتعرفش هو مين، انت عايز تخسره قصاد اي حد وخلاص. لا انا لو كنت كتبت اللي حطيت لك عنتر ولبلب هنا كنت هتكسبه. وارد، مش كراهيه، فانا بحبه جدا، شخصيه كاريزماتيك وبتاع. اما الافنجرز الثاني هو ايه موقفكم من ايج اوف الترون؟ انا ايج اوف الترون في لي سوفت سبوت في قلبي صراحه. انا واو، هو مش عارف ان انا من اكتر الحاجات اللي اتهاجمت عليها الريفيو بتاعت ايج اوف الترون لانه عجبني جدا. ودايما لازم نفتكر الناس بترجع دلوقتي تبص على ايج اوف الترون ويقول لك انت بلغت قوي في تقديره. ساعه لما طلع، في وقت لما طلع قصاد التحدي بان هو طلع بعد الافنجرز الاولاني. والافنجرز الاولاني في فهم الناس ساعتها كان الفيلم الذي لا يمكن التفوق عليه. من قد ايه هو جامد والكلام ده كله، مش هو التفوق بس هو فولو اب محترم. بالظبط، فولو اب محترم جدا، وقدم حاجات مش بس على مستوى الشخصيات، قدم فيجن مش بس كده، ده دخل مترين ثلاثة جوه شخصية بعض الأبطال منهم ثور والكوست بتاع الرايتفولنس بتاعه شكله عامل ازاي. هالك ونهاية هالك لما سافر في السفينة وخلاص مش عارف والست بيس بتاع الهالك باستر وهالك يس واندا كويك سيلفر والنت تقعد تسأل طب انت ماجنيتو داخل اصل دول من عالم الاكس مان. وان هم يدوا شويه احترام لهاك اي دي صراحه انا شايفها حاجه حلوه. ان هم يدوا احترام جداً للشخصيه جداً. دي ان هو فعلا الهيومن هو اللي مسك الناس دول في بعضهم. ايه الفيلن نفسه
اولترون. يا ايوه اولترون اولترون حلو جدا. الحاجه اللي ممكن اديها للفيلم دكتور سترينج صراحه ان انا عجبتني ان دكتور سترينج ما انتهاش بالبيم اللي بيتضرب في السماء الدنيا تبهدل، لا انتهى بذكاء دكتور سترينج اللي هو دورمامو اف كام تو بارجن. دي 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 عجبتني في الفيلم ده. ايه لا اختلف. بالظبط بالظبط. وادعاء النفاق بتاع ذا اولد وان مش وحش. دينشنت وان دينشنت وان ياس بالفكره بتاعت افكارك ما كانتش نقيه بنسبه 100% مش بالشكل دوت. بس كايسيليس نمطي. كارل موردو ما عملناش بحاجه لحد دلوقتي. ده دي اول الوقعه بتاعت موردو ديت بالنسبه لي هي اول مره ابتدي افكر على فكره خطه مارفل مش هي اللي مسيطره بالكامل. في تغيرات بتحصل، في حاجات بيبقوا ناويين يعملوا بيها حاجات وبعدين بيغيروا رايهم حسب الجدول بتاع الممثلين وحسب ما اعرفش مين، وده بان بشكل واضح جدا في فيس 4 اكتر من اي فيس تاني. فلا انا من اول لما شفت هذه المقارنه وانا تيم ايج اوف الترون وده واضح بالنسبه لي. اوكي ايج اوف الترون هيتحرك ب3-0 يمكن ما بين الثلاثه اللي خرجوا لغايه دلوقتي اللي هم بلاك بانثر وسيفل ودكتور سترينج لو قابلوا بعض. معلش ده سؤال خارج المنهج تماما. يعني لو هم الثلاثه بيلعبوا ماتش واحد منهم هيخرج واحد من الثلاثه دول هيكسب هيخرج هيخرج لا دكتور سترينج وانا موافق. المباراه الرابعه في الجنب الشمال من تحدي دور ال16 سبايدر مان نو واي هوم الاخراني 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 قصاد كابتن امريكا ذا فيرست افنجر. دي انا ممكن ابتديها لانها واضحه بالنسبه لي. اصلا انا ما كنتش عايز كابتن امريكا ذا فيرست افنجر يخش من اساسه، ولكن يعني انتصرت له في حاجه في ان هو قدم فيلم بيدور في زمن قديم وعمله حلو وعمله محترم ودخل فيه العنصر بتاع السوبر هيرو والسوبر فيلن والصراع اللي ما بينهم والكلام ده ماينس شويه سي جي اي كان شكله بيلمع اكتر من اللازم ومتقيف اكتر من اللازم بشكل حلو جدا. بالاضافه لاني بحب ولا تعقيد وعجبني جدا التشكيل بتاع جانب الشر ببدايه تقديم هايدرا بدكتور زولا اللي بعد كده بقى له استخدام لما كانت الخطه هي المتحكمه والكلام ده كله. بس نوي هوم حد مين في الدنيا قبل كده دخل السينما وفي النص اتلخبط هو انا داخل سينما ولا داخل ماتش؟ هو بص الفايت الخناقه اللي بتحصل هنا مش عادله مش عادله خالص مش عادله خالص لان انت لو هتتكلم ان كابتن امريكا ذا فيرست افنجر بيريد بيس وبتاعه وبيدي لك بعض من النوستالجيا في الاوقات زمان وبتاعه والفتره دي من امريكا كانت عامله ازاي واي وونت يو والجي مش مين بدر مان جايب لك تعريف النوستالجيا ذات نفسها في انا ممكن ما كامل احترامي لفيرست افنجر بس نوي هوم مش ما فيهاش اصل ده حدث سينمائي. ده معجزه سينمائيه. انا ممكن اقول ان هو معجزه معجزه ترفيهيه بلاش نقول معجزه سينمائيه. ايوه بالظبط لان البلوت يعني ده اخويا قال يعني انت عايز تقابل التريلر اللي جوه اللي احنا فيها ديت فيها حاجات اخويا قال يعني انت عايز تقنعني ان الفيلم الناس مستنياه ده سبايدر مان راح واحد يعمل له عمل راح الساحر يعمل له عمل فقلت له تخيل وتلخبط في النص اللي هو يعني احنا هو ايه ضعف ده في ضعف في البلوت مش طبيعي احنا ضعف مش طبيعي. قبل ما نعمل دي نزلنا على القهوه قعدنا واتفقنا لمده ربع ساعه قبل ما نيجي نصور التانيين ما فكروش يعملوا دي يعني ايوه بالظبط سبايدر مان ودكتور سترينج صدق نقعد في الصاله شويه نتفق هنعمل ايه راح للدكتور سيد لو سمحت ممكن تخلي كل الناس تنسى الموضوع تعال حبيبي اتفضل شغل الكاميرا يلعب مع الشارع عادي مفيش مشكله سورسرا سوبريم قال لك ماشي اللي انت عايزه حبيبي بس ده التعريف بتاع الفيلم اللي بيرتكب اخطاء عشان يقدم لك مكافئات ولما تستلم المكافاه بتاعتك تقول انا مرضي انا معدد طب ايه رايك في المشكله مشكلتي ايه يا باشا ولا في اي مشكله المفاجاه معروفه فانت مستعد بس لا فانت مستعد ان انت ايه تغفر للحاجات اللي مش منطقيه مقابل ان انت تاخد حاجه ايبك قدامك فانت ليه بقى كرهت فيلم ارارار هو ايه ده ايه اللي انا احنا مش كنا بنهاجم دلوقتي وندافع عليه ايوه ليه كرهت فيلم ار 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 ايه ده يفرق ايه ده عن فيلم ار 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 يفرق ايه ان هو حط شويه قواعد واحترمها جميل جدا ار 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 ما حطش اي نوع من انواع القواعد على اي ايوه في الاخر الفيلم يا عم في الاخر فيلم راجل رجليه وجعاه راح شايله على كتابه ويلا بالظبط ويلا بينا بالظبط يا جدع يا جدع ليه تكره ار 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 على فكره نفس القاعده تنطبق هنا لا تنطبق هنا 100% يا باشا انا مش ضد الخيال ناس كتير فسرت عدائي الار ار ار ان انا ضد الخيال او ضد الفانتسي او ضد المبالغه كمان في الخيال والفانتسي انا مش ضد ده اطلاقا طالما انت حاطط شوية قواعد بنحترمها في حاجات تنفع وفي حاجات ما تنفعش في حاجات تتصدق وفي حاجات ما تتصدقش واحنا بنتكلم جوه ده حطوا قواعد في حاجات ينفع تتعمل وحاجات ما ينفعش تتعمل جميل. في فيلم ينفع يوبريت وفي فيلم ما ينفعش يوبريت حلو. وبعد كده ادالك مكافآت لما ترجع في التاريخ عشان كده بقول معجزة
ترفيهية مش معجزة سينمائية فقط. لما تيجي تبص على اللي حصل في السيريز الأولانية واللي حصل في السيريز الثانية وازاي الاثنين دول لسه موجودين ولسه محبوبين، دي بقى حاجات قدرية، دي حاجات لما تخططها من هنا للسنة الجاية. النقطة بتاعتي بس ان انا اكون صادق مع نفسي، انا اقول ان انا راح اتفرج على ايفنت سينمائي مش مهم ان انا اكون مركز كل حاجة فيه، اقول ان انا مركز لا لا مركز انما ان يتلقح لي كلام لا مش عايز ايفنت سينمائي مركز في كل حاجة فيه، والوحش بقول عليه وحش بس بقول قدرت المكافأة، وبقول عليه خيبان بس قدرت المكافأة. هناك ما شفتش الا خيابة ما شفتش اي نوع من انواع المكافآت. انا بالفورمولا بتاعه ار 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 ده الفيلم ده عجبكم حلو، طب ممكن سؤال على جنب، هو الفيلم الوحش شكله ايه؟ يعني انا عايز اعرف امتى تدوس في الاول وحش. ايوه قول لي ليه بقى. مش فاهم. اه اوكي انت شفت ار ار ار؟ انا كنت يعني عايز افتح كلام كله. ايه ار 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 ده بقى؟ ده اختصار لحاجه قدم له ممكن تخليه يتفرج عليه. ده ده نقاش ثاني اليوم ثاني نقاش ثاني كويس مش يوم ثاني. اوكي نو واي هوم. طيب اطراف الكورتر فاينل هنا تم تحديدهم، وحننتقل للجانب الاخر لسه مع سبايدر مان في الفيلم الاضيق كتير الاول هوم كومينج مع كابتن امريكا وونتر سولجر. يا الهي سباي ثريلر مع هاي سكول دراما. هاي سكول دراما وسبايدر مان. انا حبيت قوي الطريقه اللي انت وصفتها بيها. مين عايز يبتدي؟ انا ابتديت اللي فات. ماشي. بص المشكله اللي ممكن تكون او الجرايب اللي ممكن تكون موجوده عندي مع سبايدر مان هوم كومينج ان احنا ما شفناهاش مره اثنين اكشلي ثلاث مرات القصه الاورجن بتاعه سبايدر مان. اقول ان كاورجن كنحكي قصه بدايه سبايدر مان هوم كومينج عملها بشكل حلو أوي. تمام. بس وينتر سولجر دي كانت وشفت مراهق مدرسه على حق ربنا بالظبط. توم هولاند لا سبايدر مان فعلا. بس وينتر سولجر انا ده فيلم انا ممكن اجيب ابويا ونقعد نتفرج عليه مع بعض فاهمني. ده فيلم ده فيلم لا فيلم اكشن انت تروح فيلم اكشن حلو تروح تتفرج عليه في السينما معمول. لو الليبل بتاع مارفل متشال منه انت لسه هتاخد فيلم اكشن حتى ملوش دعوه باي فيلم كوميك بوك. تمام. والناس اللي عملوا الفيلم ده من كتر ما هم عملوه حلو تمام كيفن فاجر قال لهم اوكي خلاص انتوا هتمسك كل البروجكتات بعد كده عشان هم عملوا فيلم في الاول حلو. وايوه هو كان فيلم كوميك بوك على الجنب حاجه تانية على الجنب كده. فيلم سبايدر مان هوم كومينج اوكي جود هاي سكول دراما بتحكي برضو لسه متعلق بان هو فيلم سبايدر مان جدا لسه متعلق ان هو عايز يحكي الحاجات اللي خلانا نحب سبايدر مان. تدي كاركتر لنيويورك تدينا اللاف انترست اللي هو دايما بيحاول لازم تقول هو بالظبط ومختفوش بكده. دول دخلوه شويه داخل العالم بتاع توني ستارك والعلاقه اللي ما جميل بينهم والناس كتير عندها سوء التفاهم اللي موجود واللي اتبنى عليه حاجات كتير مهمه بعد كده بالاخص في انفينيتي وور. ماشي. بس مشهد بص هوم كومينج كل ما بفكر فيه ما بفتكرش غير مشهد واحد والصخره وقع عليه لما وقع له العواميد ووقع عليه ولحظه البانيك اللي هو حس بيها دي بالنسبه لي تقيم كواحد او ماي جاد. الله ينور عليك راجل طيب عيل صغير بيبانيك ودي لحظه ما شفناهاش قبل كده في اي سبايدر مان صحيح وتقدمت حلو جدا. الفيلن مش فولتشر جراوندد قوي 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 والمواقمه اللي خلته ستريت ليفل فيلن ستريت ليفل فيلن ووتش از وات بيديو بدك لما تقولها كده تستحق بعض الاحترام. ليه مش لازم كل الفيلنز يبقوا انتر جالاكتيك الكاركترز بينز ممكن عالم سبايدر مان في الكوميكس ليه علاقه بالفيلنز الارضيين بتوع الشوارع فريندلي نيبرهود فريندلي نيبرهود سبايدر مان. هقول لك المشكله اللي عندي ما هو بالظبط بس مش هميل بس مش هاخده على وينتر سولجر. يعني انا ممكن لو حطيته مع فيرست افنجر اختار هوم كام اكيد 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 بس لا انا اختار وينتر سولجر. عندي عارف مشكلتي ايه مع ذا وينتر سولجر؟ استعاره الماسكس والميشن امبوسيبل ثينج اللي اتعمل في الاخر. عارف عندي مشكله عموما مع البلوتس اللي فيها ذكاء عالي قوي ودوت اللي ذا وينتر سولجر عمله في الاول بخيانه نيك فيوري بتبين مين معرفش مين والبايه بنت اللذينه اللي ملخبطه والى حد كبير كانت اير تايت لغايه حد معين وبعدين يجي واحد في الاخر يلعب كارت. طب انت لو كنت لعبته من الاول ما كانش اي حاجه من الكلام ده حصل اللي هي ماشي يعني انا هعديها لك بس ده كارت لو كانت لعب من الاول الموضوع كان خلصان وانت ما حطيتش عليه ليميت اوف يوزج اللي هو نظام ما حطيتش عشان انتصار لنفس الفكره ما حطيتش القاعده اللي تخلي استخدامه قبل كده ما كانش ينفع. اوكي فاهمك. فبصراحه في وقعات في وقعات كتير في وينتر سول في لك ده بس اتس ا جود اكشن موفي اتس ا جود سباي ثريلر اتس جالك
جالك فيلن بطريقه انت مش متعود عليها. مفيش فيلن واحد، مفيش يعني مش الفيلن مش هو الشخص ده الشرير المرايه من البطل بتاعنا، لا اصلا الاسم الفيلم عليه الوينتر سولجر مش الفيلن بتاع الفيلم، بل هو شخصيه مهمه جوه الفيلم. تمام، وتعملوا ريديمشن والريفيل بتاعه اللي في الفيلم. حبيت الفايت الاولانيه، ما حبيتش الفايت الثاني، ما حبيتش الفايت اللي في الاخر لما قال له انا معاك الاند كارير اللي كانت فيها ولما وقع في الميه بكت الدنيا كويس. حبيت الخناقه الاليفيتر، او ماي جاد على عيني وراسي، واستعرضها بعد كده في اند جيم ويقول هي كمان لا 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 انت دلوقتي يعني بتفكرنا اكتر ما هو عنده ده وعنده ده، التاني ما عندوش ده، هو بس جراوندد شويه لكن متمسك قوي. وكيل اعماله ظلمه مكانه في التايم لاين. طب ثانيه، يعني لو كان فيلم هوم كومينج ما فيهوش توني ستارك، ما فيهوش الاليمنت ده، وكان فعلا فعلا بس جراوندد 100%، كان هيكون احسن؟ لا، لان الصوت بتاع توني ستارك في الصراع اللي بيقابل سبايدر مان مهم قوي في الفيلم ده، من غيره ما كانش هيبقى في صراع اصلا، وكان هيبقى في المشاكل مثلا اللي في فيلم ايرون مان الجزء الثالث، هيبقى مفصول تماما مفصول تماما عن الصوره الكبيره اللي احنا بنحكي فيها. ودي مشكله بالمناسبه في افلام مارفل، انك تحس ان الفيلم لوحده بره في افلام كتير. انا محتار. انت مفاينل، انت مخلص؟ الحمد لله. وينتر سولجر، انا عارف ان وينتر سولجر انا ممكن ادي اصل الحاجه اللي موجوده عند فيلم وينتر سولجر اللي هو فيلم ممتع بره عالم الكوميك بوكس في البدايه. يعني اول دخله الكابتن امريكا، هو اصلا البدله اللي لابسها دي الغامقه حبتين اللي ما بيدركش حق ان ده فيلم كوميك بوك، وهو بينزل من الطياره بيدخل على المركب يعمل شاورما لكل الناس اللي قدام. ده مشهد خرافي، ده انترودكشن ابن لذينه. وفكره الخناقه الالفا ميل ما بينه وما بين جورج سان بيير، اسمه الشخصيه جورجز باتروك اي حاجه زي كده، واحد من الفيلن اللي ثرو واي. بس لا، خلينا نعمل حاجه اللي بتعمل في كل افلام الاكشن اللي بتاعت التسعينات، حط سلاحك على جنب ويلا ننزل فيست كافس وبتاع الحاجات دي، وحبه سياسه وحبه ذاتس جود جرولد اكشن موفي. سياسه ساسجين شويه في منظمه في الدنيا يعملوا بتاع اكبر. انا مش هطلع ده 3-0. لو انتوا عايزين تطلعوا، لو عايزين تكسبوه كسبوه، لو عاوزين تطلعوا ده وينتر سولجر طلعوا ب2-1. انا ما يفوت يذهب الى هوم كوم. ما يعني سبايدر مان ريسبكت وكل حاجه، بس وينتر سولجر اكمل، ممكن نسميها. ثانيه واحده قبل ما تخش في هذه المباراه، مش خلاص الفوت حصل وكلام زي ده، عايز بس اوجه عنايه حضراتكم. روسو براذرز ليهم 1-2 الكورتر فاينل في افلام كتير شبه بعض. اوكي، منطقي، لان ده اوجه عناية حضرتك اللي نفعت من مارفل. انت مان وجاردنز اوف ذا جالاكسي الجزء الثاني فوليوم 2، او ماي جاد. مين لو كانت المباراه ديت ما بين جاردينز اوف ذا جالاكسي فوليوم 1 وجاردينز اوف ذا جالاكسي فوليوم 2، تكسب مين؟ تكسب مين الجزء الثاني؟ تكسب مين؟ في الوقت اللي طلع فيه الجزء الثاني كنت اقول الجزء الثاني، بس هقول الجزء الاول. انا هقول الجزء الثاني. الجزء الثاني انا الجزء الاول ما كسبنيش في صفه غير بعد ما شفته كتير. الجزء الاول اول لما دخلته عمل لي هزه لخبطه كده، حتى الريفيو بتاعته مش ايجابيه بالكامل. اوكي، الكوميديا ما كانتش مسمعه معايا، طبيعه الشخصيات ما كانتش مسمعه معايا، كان صادم قوي فكره انك داخل بفريق جديد ما تقدمش اي حاجه عنه، بس فيلم واحد مخلص كل حاجه. ما هو حسيت ان هو يعني كبلي اكتر من اللازم، عارف لما واحد بيديك حاجه عشان تغسل ايدك ولا عشان تشرب راح مغرقك، فاهم؟ في نفس الوقت انت ما بتلفش حوالين الشخصيات اللي انت المفروض تقدمهم، انت بتلف حوالين الاورب اللي بيجري، اللي هو المجفن، حاجه بتجري كلها بتدور عليه. بس عشان كده بفضل الجزء الثاني اللي هو اهدى، بنتكلم على الشخصيات. كل افلام مارفل فيها مجفن، ولسه في انهي اليمنت اللي كنت لسه بتكلم عليه من شويه. انا ما عنديش سرعه البديهه دي. ايه الكومبلكس العائلي؟ بالظبط، الاب ومش الاب والام ومش الام والتاريخ بتاعها والكلام ده كله. انت مان على الجانب الاخر، انت مان برضه ادجر رايت كان لازم يعمله، ادجر رايت ماشي، الحجه دي كده موجوده. انت فاكر ان انا هقف صفك في الموضوع؟ ادجر رايت كان لازم يعمله طبعا. والله عارف كان هيطلع احسن، والجيمكس بتاعت ادجر رايت موجوده في الفيلم وشايفينها، وهي احلى حاجه موجوده في الفيلم اصلا. ماشي، هو بيجري على المسدس ومتشقلب، دي ما اتوقع عليه ادجر رايت كده. انا اللي عملت المشهد، الستوري بتاعت لويز بتاعت الاصوات بتاعت الكاركترز بالمونتاج دي جدا جدا ادجر رايت. ادجر رايت موت، انا ما عنديش مشكله، بس انا شايف ان هو الفيلم نفسه شغال في الحته بتاعته، في الوظيفه بتاعته شغال. يا عيني انت مان، والله يا انت مان ديزيرف بيتر، كان يستحق. هو دخل قصاد حاجه عنيفه شويه بصراحه. بيبي جروت
بيبي كيوت لا الرقصه برضه اللي داخله بيها الفيلم جاردنز اوف ذا جالاكسي 2 كان حلو كان حلو قوي بس الفكره بقى ان لا انا اضمن كوميديا انت مان مش شبه اي حاجه في عالم مارفل السينمائي وانا بحبها واتجاههم لان هم هل هو الممثل الاوحد اللي كور كوميدي بول راد كل شويه بيروح في الافلام المستقله شويه بس بول راد ممثل يحط كريس برات لا كريس برات كوميدي كريس برات كان مش ممثل اصلا عشان نكون واضحين بقى يعني في الاساس هوت تيك هوت تيك جدا بحبه احبوش الواد ده من ساعه لما بقى عنده 6 باكس لا من ساعه الحوار بتاعه مع انا فارس وبنته اوكي والعك كده ماشي وهو لما طلع اتكلم الكلام كلام خيبان وبتاع مين تاني وبعدين عمره ما ابهرني على مستوى التجسيد يعني كريس برات داخل عالم مارفل السينمائي لحظته السحريه اللي بقى في البلبلاهه بتاعته اي سيت جو ليفت مثلا قبل ما يحاول يضرب جامورا في انفينيتي وور خيبان قوي بس دي ما كانش قصده بيها كوميديا ده الحته دي من لا مش انا عارف انه مش قصده بيها كوميديا انا دلوقتي بتكلم كممثل يعني كريس برات ينفع يتقال عليه ممثل كوميدي ينفع يتقال عليه كوميدي وممكن ما يتقالش عليه ممثل ده اللي انا بقترحه دلوقتي لكن بورد ممثل انا شفته في حاجات اندبندنت الراجل لا ممثل بكل تاكيد ممثل وكوميديا درجه اولى الراجل ده وعلى فكره برضه اللي حواليه مايكل بينيا مايكل بينيا اسمه صاحبه ايوه الناس اللي حواليه مساعدين ان هم يعلوا من الكوميديا باسكر روبنز اولوز فاينز الحاجات اللي مرميه هنا وهنا بتعلي من الكوميديا بتاعه الفيلم وبتعزز لبول راد ف اتس ا جود موفي بس انا اصلا يعني البيك بتاعي مش جالس جلسي فوليوم 2 انا بحب اميل للاول اكتر بس انا حبيت احط دي كمباراه افتراضيه كده بس هي القدر يمكن يحطنا قدامها او ماي جاد لا مش هيحطنا قدامها صعب اوكي بالظبط ما انا عارف كده اللي انا قلته من شويه لان لو تبص للمستقبل عارف ان الناس يا جماعه انتوا عارفين دلوقتي الحلقات ديت لما بعملها باخد المباريات وبحطها في شكل فيسبوك فيديو 3 دقائق 4 دقائق علشان كل واحد يتفرج على كل ماتش لوحده الماتش اللي جاي غالبا هيبقى شورت مش ماشي احنا بنحرك الورقه دي كده هنجيب دي كده وخلاص مفيش كده مش هنتكلم اديني دقيقه هنروح دقيقه بس انزلها هنروح فوليوم 2 جاردز اوف ذا جالاكسي مع كامل الاحترام لانت مان مع كامل الاحترام 3-0 بس مع كامل الفيلم ده يستحق انا بحب اتفرجت عليه مره قصه ملهاش علاقه بس اللي بيصغر ويدخل انت متخيل ان المواجهه والحرب الايبك كان على توماس ده فاهم يعني دي حاجه ايه جرايت برضه على ريسبكت الانت مان جاردز اوف ذا جالاكسي فوليوم 2 المباراه القادمه جاردز اوف ذا جالاكسي الاول ضد ذا افنجرز يلا بينا يعني انا عايز اكل شاورما يب 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 ده الكراون جول بتاع عالم مارفل السينمائي بالظبط مع كامل الاحترام لجاردز اوف ذا جالاكسي الجزء الاول مع كامل الاحترام للفيلم الجزء الاول مبهر بالنسبه لي ان انت تشوف اللايف اكشن بتاع جاردنز اوف انا حاسس ان انا بتفرج على مجله بتتحرك كامل الاحترام ليه كامل الاحترام انا كل عمال افكر في حاجه تكون سبتت في تفكيري من جاردنز اوف ذا جالاكسي الاولاني ده وتقريبا مفيش ولا الرقصه في الاخر انا بلهيك في الاخر وبتاع ما هو ده اصلا ده كريس برات طلع كريس برات يمكن يعني ادخل لي باي حد غير كريس برات كان في برضه الاليمنت اللي انت بتحق بس ده الاليمنت ده موجود اكتر في الجزء الثاني كنت اقول اليمنت العائله وشاع والجمهوره و... لا 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 فكره العائله بتاعت فاست اند فيوريوس ديت انا ماليش دعوه بيها انا بتكلم في فكره العائله المفككه اللي بجد اب وام وابن وفي شروخ ومطاوي ومواس وحاجات زي كده ونفسيات متعوره وبعد كده نرجع نستدعيها بعدين انا موت في ده بس افنجرز لوكي ايه هنطلع لوكي يا نهار اسود هو ممكن لوكي يطلع رايت رايت صعب غالبا هو حقيقي خلينا نشوف الشورت الثاني خلاص خلاص افنجرز ب 3-0 اخر مبارزه في دور 16 ثور راجناروك ضد افنجرز اند جيم لو حد هيعمل حجه لثور راجناروك انا اقول ان انت لان انا عارف ان انت بتحب فيلم انا بحب ثور راجناروك جدا ثور راجناروك في تقديري الشخصي فيه اكتر لحظه عاطفيه بحبها في كل افلام عالم مارفل السينمائي لما لوكي وثور كانوا في الاسانسور وفي حاجه انت انتقدتها وانا حبيت جدا وفكرت كتير في اللي انت بتقوله فيها الانتقال من الكوميديا للجديه ومن الجديه للكوميديا بشكل حاد قوي يفصلك من اللحظه ده حصل في المشهد ده بس ما فصلنيش من اللحظه اطلاقا لان فكره هنهرب ازاي وهنعمل انهي خطه والكلام ده كله كانت هزار 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 لغايه لما قال له بعدين ما هي انا ما بقولكش ما تعملش حاجه عكس شخصيتك فقال له is that what you think of
مي قال له اي ثوت ذا وورد اوف يو لوكي. يا نهار ابيض الانتقال من الهزار هزار هزار للجديه في اللحظه دي، ان طور في اللحظه. وعشان كده بقول كريس هيمسوورث ممثل كويس رغم ادعاءات كتيره قوي انه كان بيهزر وبيلعب معاه وواخد حذره قوي من الخديعه بتاعته، لكن في اللحظه دي فض قلبه فعلا. وانا بموت في اللحظه دي جدا، وعجبني جدا في مسلسل لوكي ان هم استدعوها كلحظه مهمه عند لوكي كذلك. فانا بموت في طور راجناروك، بموت في ذا هالك لما ما بقاش هالك وكان عنده اللي عايز يحزقه مش عارف يحزقه. دي على فكره دي يعني الارك بتاع هالك في فيلم ثور راجناروك، انا شفت الرايمات ما علينا. جميل. دي من الحاجات اللي بتدمر الفيلم ده بالنسبه لي. يا راجل ده بتدمره جدا، لان بص بروس بانر ما كانش الشخص اللي بيكراك جوكس 24 ساعه. بروس بانر ده شخصيه متدمره، ده شخصيه يعني فكر في الرحله بتاعته. الراجل كان حاول يقتل نفسه في وقت ما، بس دلوقتي كله بقى يتلعب بقى يعملوا نكت من الموضوع. وكتير كتير بس هو كانش بيقول نكت، هو كان عكس نكت شويتين. اذا انت بس بتحب هالك you don't love me لا انت بس عايز هالك مش ده هو هالك. لا 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 لو هو هالك الكلام ده، الكلام ده بعد ما هو رجع من اول لما تحول تاني لبروس بانر. بتحاول تستخدمني عشان بس حطه في الحسبان ان هو زي ما يكون واحد كان بيفوق من غيبوبه، واعتقد ان هو كان عنده حاجه برضو ماشي بس وقع من هيبه بروس بانر، وقع من الهيبه بتاعت بروس بانر. بس برضه ثور راجناروك فيلم حلو. انت بص لو هنمشي بالمنطق بتاع ايفنت تمام، واحنا لعبنا الكارت ده من شويه، فلو نو واي هوم هو ايفنت، فاند جيم هو هو اللي انت اشتريت تذكره على سعر اساسا. يا الهي انا بحب راجناروك، وحاسس ان هو تعالى صالحك بعد دارك وورلد واللي حصل فيه، تعالى ناخد القصه دي، ناخد ثور ولوكي بره اطار الاساطير النورديه دي خالص. انسى كله في العالم الحقيقي. بحبه جدا وبحب كل حاجه فيه، ما فيهوش بالنسبه لي حاجه ممكن السلبيات اتغاضى عنها، لكن عماد الام سي يو هو الافلام اللي زي اند جيم ايج اوف اولترون، الافنجرز الاولاني، انفينيتي وور، دايما الاولويات. ساوند تراك ايميجرنت. طب نسمع من غير الفيلم بتاع اعتقد ماشي. دي على فكره الحاجه اللي خلت تايكا واتيتي ياخد الشغلانه دي. قال لك نزلت فيلم ثور تورنت، رحت حاطط عليه الاغنيه وبعته للناس بتوع مارفل، قالوا ماشي اعمل الفيلم ده. انا مش هنسى التريلر رياكشن اللي عملها كيفن سميث عمل تريلر رياكشن لثور راجناروك. اوكي. ولما اشتغلت الاغنيه هو نسي ان هو قصاد كاميرا وبتاع، وابتدى يهيد بانج معاه. بس يعني قبل ما نفوت النقطه دي، وزنيه الكوميديا هنا اقبلها، ضربوها في كام ضعف في لافان فاند. لا 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 انسى لافان فاند، النبي ما تفتح الموضوع ده. ده بحاول استطر الفيديو دي عشان دي حلقات محافظه ما ينفعش نقول فيها الالفاظ اللي في مخي. ايوه اوكي. فلا لا 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 حتى وانت بتقول تايكا وتيتي جي بعد ما زعلوا الناس في ذا دارك وورلد، وانا مش متضايق قوي من ذا دارك وورلد باي ذا واي، بس عمل الفيلم الجميل الموزون اللي فيه كوميديا اللي فيه جنان اللي فيه ما اعرفش مين، انت كده اتصلحت، تعال اخدك بقى في لافان فاند يا رب. ليترلي اخذك فاهم يعني، اخذ الناس كلها مش عايز. لا معلش يعني تصحيح. احنا كجمهور حسينا ان احنا اتخذنا. طب خلاص. بس على لا انا حسيت بخيانه. ما علينا، حسيت بخيانه ده حقيقي. افنجرز اند جيم. او لا لا انت لسه وصف الورقه، انا لسه واخد بالي دلوقتي في البدايه هتقابل النهايه. يا نهار ازرق يا لهوي. اوكي شكرا لكل الافلام، شكرا لكل اللي شاركوا معانا حتى الان. دلوقتي داخلين ايه نصف ده كده نصف الكورتر فاينل، ربع الكورتر. المباراه الاولى في ربع النهائي وتقريبا اسخن واحده يا راجل دي. ما لا دي انا عارف هيحصل ايه لما نوصل لها، بس دي ايرون مان وانفينيتي وور. على فكره لما برضو اول ندي تشويقه كده، تشويقه صغيره، اند جيم مش هو احسن فيلم مارفل عملته. ما علينا. ايرون مان ضد انفينيتي وور. جريئه من ايرون مان ضد الفيلم اللي بدا والفيلم اللي بدا النهايه. اوكي هفكرك بكلمه قلتها لك، هي جمله قلت لك واحنا بنخانق مع بعض في الفيديوهات، هو اول واحد عمل نظاره احسن واحد بيعمل نظارات. لا ممكن يكون واحد جه بعد كده عمل النظاره احسن منه. فمش معنى ان ده الاول ان هو خلاص ختم الجو. هو عظيم. بتكلم على ايرون مان، ما فيلم حلو بس لا بس هو مش عمل نظاره، هو عمل فيراري. اوكي ماشي. فاول واحد عمل فيراري هي احسن فيراري. ما عنديش معلومه بصراحه. كان قاعد يسوق جنبي داعي يعني. هما دايما بيرجعوا للحاجات القديمه في الكلاسيكس في العربيات. انا فرح صاحبي ما فهمش في العربيات. بس انا حسيت ان مثلا ممكن يكون مش حاسك اتاثرت. مش عارف الانالوجي ما نفعتش معايا. هي الفيران دي اصلا قديمه بحسبها جديده، كل مره بسمعها هي لسه نازله. كنت هروح لحاجه معدقه، كنت هروح في الدنيا دقت اول ازازه. لا طبعا انا فرس من عربي. لا ايرون مان مش مجرد ان هو اول فيلم،
ايوه هو اول فيلم ولما اتفرجنا عليه انبهرنا بيه ودخلنا جوه العالم، وبعدين كل ما نيجي نتفرج على فيلم تاني نقدر اكتر واكتر اللي اتعمل في ايرون مان الاولاني. حصل مش مختلف. ولما حبوا يعملوا حاجات شبهه زي ما انت كنت بتقول كده، الرجل النرجسي المغرور اللي بيتعلم يبقى حاجه تانية، وبعد كده ما قربش ما عرفش يعني الاليمنت ده بالتحديد انت شخصيا استخدمته كنقطه الضعف اللي طلعت دكتور سترينج، وكان عندك حق فيها. هنا لو استخدمناها تبقى نقطه قوه مش نقطه ضعف ككاركتر ستادي، كدراسه لشخصيه ما. انت ثانيه ايوه ما ثانيه واحده بقى، السؤال هنا انت دلوقتي تدخل وتحلل وتحنك الشخصية بتاعت توني ستارك ولا الشخصية بتاعت تانوس؟ لأن على فكرة فيلمين أورجن، بس واحد أورجن لتوني ستارك واحد أورجن لتانوس. مين الشخصية الكومبلكس أكتر؟ مين الشخصية اللي تدي لك أكتر؟ أنا لا 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 لا, لا تانوس شخصية مش كومبلكس خالص على فكرة. كمان تانوس شخصية عندها فلسفة، لكن هو مش شخصية كومبلكس إطلاق. واحد إرهابي تمام، إيكو تيرورست تمام، عنده ميشن واضح جدا. هو أيوة هو ديترمنت نوعا ما، اي كومبلكس في الكومبلكسيتي لا في البروفايل بتاعه ولا في الاوريجين بتاعه، الراجل قتل بنته ولا في المراحل اللي مر بيها. قتل بنته، قال لك كانوا قاعدين في اجتماع وده انا دخلت وقلت لهم انتوا محتاجين تموتوا نص الناس، قالوا عليا مجنون فقررت ان انا اركب الحلزونه وادور مع نفسي. انا اسف ان انا بوصفها بالوصف ده، لكن هو نفسه كشخصيه ايه بقى العمق الفكري اللي موجود عندك اللي ولد هذا الموضوع؟ ما عندكش، انت عندك فلسفه وبتشرحها بشكل كويس. جميل. ومتطرف جدا في طريقه، متطرف الى اقصى درجه ممكنه في موجوده في الدنيا في طريقه تطبيقها. حلو. ولكن انعكاس على شخصيتك انت بتفاصيلها. لا لو هنتكلم من تفاصيل من كل ناحيه في حكايه القصه في الفيلم ده، كل حاجه صغيره ثانوس بيعملها ليها معنى. اول لما ثانوس بنشوفه اول دخله ليه بعد ما بياخد الستون، هو اخذ ستون ايوه اوف كاميرا، بس بعد ما بياخد الستون الحركه اللي هو بيعملها ان هو يقلع الدرع بتاعه دي ليها معنى ابن لذينة، اللي هو خلاص هو دلوقتي عارف ان اوكي انا همشي في الطريق ده انا هفوز 100%. خلاص شال الدرع وماشي كده، هو مفيش حد اقوى مني في العالم. بعديه على طول لما يتخانق مع الهالك اللي بالنسبه لنا اقوى شخصيه في عالم مارفل السينمائي، بيتخانق معاه وهو بيستخدمش الستونز اللي موجوده، الباور ستون موجود معاه وهو بيستخدموش وهو بيهزم الهالك. حاجات صغيره هنا وهنا تمام. لما يقابل دكتور سترينج اول مره ويقعد يتكلم معاه، تانوس بيتكلم معاه كانه بيتكلم اوكي هو فاهم قوه الشخص اللي قدامه، بيتكلم معاه الند بالند تمام. وفكره ان هو لما يشوف توني ستارك اول مره ويديله احترامه، دي حاجه تعزز من الشخصيه بتاعه تانوس. لا لا لا، ده ترفع من شخصيته جدا، تدي وزن للفلسفه لكن ما تعملش حاجه في شخصيتك، لان في حاجات تانية كتير اتعملت كانت راندوم. ليه ما موتش ستار لوردز في اللحظه؟ قال له اي لايك يو، وات دو يو لايك اباوت. ممكن ده على فكره يكون جزء من اللي هو عمله ده، اللي هو هيز ابوف ذات، اللي هو من الاخر انت لو شفت حشره ماشيه قدامك في الشارع مش هتروح تقتلها. ايوه انت ممكن تقتلها بس انت مش هتروح تقتلها. هي سطور شكلها حلو يا محمود، لكن لو اترصت جنب بعض ما تعملش جمله مش قوي، خصوصا بعد كده لما جيت في اند جيم وبقيت بتغلط اجراج وعندك غضب علشان ده ديفرنت. ده ثانوس مختلف، ده ثانوس مختلف خالص. لا هو مش... ده هو ثانوس بس ان ذا باست. ايوه بالظبط، في الماضي وهو لسه ما كانش معاه. طيب انا لما اجي استدعيك لسه ما كانش عنده. انا لما اجي استدعيك في الماضي المفروض انك تعكس الكومبلكسيتي ديت، ما كان الحكمه عنده كانت لسه اقل، تديني حاجه مستويه حاجه كونسيستنت. ده اللي حصل مع ايرون مان، ده احنا شفناه وهو مراهق في احد اسوء السي دي ايز اللي اتعملت في تاريخ البشريه، وشفناه وهو قدام التحدي بتاعه، وشفناه ايوه من... ماشي فكرني ده في سيفل وور. شوف نفسه في الوور. يس مال ده بقى عشان مش مطلوب في الفيلم ده. طيب بس طب احنا دلوقتي واحنا بنتكلم مع ثانوس احنا استدعينا حاجات تانية كتير، ما اتكلمناش داخل اطار الفيلم بس. وايرون مان ممكن يكون قدم شويه كاركتر ستادي للشخصيه، لكن هو ما كانش بيستدي الشخصيه وكان بيقدم الاوريجين ستوري بتاعته. انت عارف ان انا بحب واحد في سيكونس ابن كلب جبار، الايرون سوت بكل الليفلز اللي عدينا بيها داخل اول فيلم فقط، انا عارف وانا بعشق ده لونش بالمعرفش مين. السي جي اي اللي في ايرون مان احسن من السي جي اي اللي كان في مسلسل شي هالك اللي لسه، احسن من السي جي اي اللي في لوكي، احسن من السي جي اي اللي في بلاك ويدو. ايرون مان كلاسيك، هيفضل كلاسيك طول الوقت، بس انا عمري ما اقدر اخلي حاجه تاخد الشعور من الذين اللي خلانا اتعلق بفيلم زي انفينيتي وور، وان فيلم انفينيتي وور يدي الاحترام لكل شخصيه عرضها، وان يكون اكبر فيلم مارفل عملته في الوقت ده، وفوق كل ده ياخد العبء ان هو يكون فيلم اوريجين لشخصيه جديده احنا اول مره نشوفها. كمان انا بحب ايرون مان اكتر. واو. انا بحب الدراما، بحب الفصول اكتر. انا بقولك انا عندي مشكله مع انفينيتي وور في الاحساس السكتشي بتاعه شويه.
تانوس دخل هذا الكوكب، حصل على هذا، ترك هذا الكوكب، دخل على هذا الكوكب، بعت الناس بتوعه قبله ما اعرفش مين، عمله ما اعرفش مين، خلص الموضوع ده. بس دي افلام الكوميك بوك عامه كانوا بيلعبوا اللعبه اللي احنا بنلعبها دلوقتي. ماتش 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 ماتش. ايرون مان حدوده فيها الجانب العاطفي بتاعه، فيها التعامل بتاعه مع الارث بتاع ابوه. توني ستارك فهمنا قيمته كإنجينير داخل الفيلم دوت بكلام الناس عنه باللي هو طبقه جوه الكهف اللي هو اشتغل فيه. حلو حلو حلو. لا ال- ال- الدراما الحدوتة بتاعت ايرون مان عندي اقوى وانا بحبها اكتر. يعني انا ممكن الخص وجهة نظري في الماتش ده عموما بسرعة، فيلم ايرون مان فنيا كفيلم احلى من انفينيتي وور، بس انفينيتي وور هو الحاجة اللي مارفل حواليه الافلام دي. اسال ايه اشهر افلام مارفل؟ افنجرز، ايج اوف الترون، انفينيتي وور، اند جيم. حلو. بس وممكن ابص له من ناحيه تانية، ودي ناحيه حنيوكه كوميك بوكويه قوي ملهاش علاقه. اه الله ينور عليك، كمل بقى عشان انا جاي لك دلوقتي. مش هروح في حته فمش يا اوكي. لا لا انت رحت خلاص، انت رحت من غير ما تحس. استنى، في 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 البازل الكبيره بتاعت مارفل، فيلم ايرون مان وصلني لايه وانفينيتي وور وصلني لايه؟ انا بنيت ايه بعديه؟ عزيزي احمد فهمي، اسمح لي اسالك واحرجك ماشي في اني اقول لك هذه الحلقه في برنامج دور ال 16 الايه السينما، هذا عالم مارفل الايه السينما، اذا فالاولويه الايه لايه للسينما. لا هو اسمه سينمائي عشان كان في السينما، كان بيتعرض في السينما لما بقى. لا عنصر السينما بقت حاجه موجوده. طب على فكره فيلم انفينيتي وور استخدموا كل الحاجات اللي انت لازم تستخدمها في السينما عشان تحكي قصه. انا علي بس تعالى نستريب كل التفاصيل بتاعه وزن الفيلم، حجم الفيلم، الخطوات اللي نقلها لنا، السكه اللي مشاها لنا، ونفتكر ان هو فيلم ابتدى في الثانيه واحد وانتهى في الثانيه معرفش كام. هيروز جيرني، اتكلمنا على هيروز جيرني، ده في هيروز جيرني وده في هيروز دراما الحدوته. ماشي، ما ده في حدوته جامده جدا وده في حدوته جامده جدا. ده الدراما بتاعته قليله، انفينيتي وور الدراما بتاعته قليله. ماشي. لا طفق ال- 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 الفصول المعتاده دي مش موجوده تقريبا. انا مش مصدق ان انت احنا لسه بنتكلم في الموضوع ده لحد دلوقتي. يعني انت بتخلي كل ما بتتكلم بتخلينا ندس او نتكلم بشكل سيء على فيلم ايرون مان، وفيلم ايرون مان مش فيلم مش سيء فنان، مش سيء خالص، هو فيلم رائع جدا. بس هدس ايه فيه؟ هدس وبدايستين هدس او على الاقل من باب المكايده، من باب حضرتك قلت ايه عايز موت نص الكون دخل عليهم واحد معاه فلوس فقرر يعمل بدله حديد. لا ما قررش يعمل بدله حديد عشان معاه فلوس، من باب المكايده. لا انا مش جاي اكيد، وبس ومش قصدي ان انا اقول على ايفنت على انفينيتي وور، انا برضو مش عاوز اتجه في اتجاه ان انا اقعد ادس في انفينيتي وور علشان خاطر الديبيت. انا بقول في انفينيتي وور من ساعه الريفيو لغايه النهارده رايي في حاجه واحده سكتشي. جميل، حدوته بتبتدي وتخلص بسرعه حتى ما تلحقش البيك. مش عادل، كلمتين مش عادل، مش عادل ان انت توصف في انفينيتي وور عمليا كده. لو تيجي تتكلم في المفروض كل مواجهه من دول بقدره السوبر هيرو اللي قدامك بالتبادل بتاع الفلسفات بالكلام ده كله، ده كل واحده منهم ممكن تتعمل فيلم. الحاجه دي كانت اكتر فين؟ في اند جيم. اقول لك ماشي، اقول لك ماشي، مفيش اي مشكله، لان في اند جيم فعلا كان جدا سكتشي بالطريقه دي. تمام، بس انفينيتي وور از ليفلز اعلى من كده. انفينيتي وور كان فعلا ماسك نفسه، كان مركز، كان فيلم مركز، ما كانش متشتت زي ما انت بتقول عليه. مش متشتت، لانه انت لسه قايل ان هو كان ملخص ملخص ملخص، ما لازم ملخص في حاجات كبيره لحاجات صغيره علشان مش ده اللي انت عايز تركز فيه. كلها عماله تتكرر، حرام عليك، ليه عمال يتكرر؟ انت عندك باتل بتحصل في واكاندا، عندك باتل بتحصل على تايتن، الاثنين شتان من الاختلاف. وفوق كده عندك واكاندا هي الكونكلوجن، واكاندا هي النهايه، هخرجها من الموضوع دوت. لكن انا بتكلم على كل حاجه من دول، النوار، المعرفش مين الحاجات اللي هو راح عشان ياخد منها كل ستون في كل مره، تقريبا عاملين يدعموا ويزقوا في نفس الفكره. هو جامد بس وكسب ده، هو جامد وكسب ده، هو جامد وكسب ده، هو جامد وكسب ده. مش دي تحديات بيمر عليه عشان هو جامد؟ صحيح، دي تحديات بيمر عليها اي هيرو بيمر عليها. عشان تديني حدوته، عشان تديني دراما، ممكن تعملها بطريقه احسن من كده شويه. واو، انا مش قادر. إيزي. انا مش طيب، علشان ما نطولش في البتاع اكتر من ما انا بقول لك ان دي هتكون اصعب واحده، دي هتكون اصعب واحده. انا ماي فوت از ايرون مان، انا انفينيتي وور، ماشي جول. جون فافرو عملت حاجه حلوه، بس اللي بتعمله بعد كده جون فافرو وحش. ليه عمل ايه وحش؟ لاين كينج. المهم سيبك من دول الحاجات بتاعت الانيميشن والكلام ده كله، عمل شاف من اعظم ما يمكن.
ماشي انا بتكلم بس النحتات اللي بيعملها بس يا ما كلهم بيحط هم النحتات بتاعه ديزني جون فافرو بينحت بينحت كتير لديزني وانا مش عاجبني الموضوع ما عليه انت عمال تقول لنا ضد الشخص ضد الشخص ضد الشخص وانت كل اللي بتعمله بتقول وانا كمان وانا كمان وانا كمان ما انا دي تحمل في طياتها ان انا ضد الشخص برضه بس بتفق ازاي بمناسبه ايه ما انا قلتها في الاول عشان هو عشان قلتها وخلاص لا انت انت بتحب لا فين تطبقها تطبقها على ايه انا اللي قاعد اتخانق معاك الحلقه كلها مش مع بعض انا شايف فكره انسان محترم مش عاجبني انسان محترم انا محبط فيك انا إيه انا هشيلك في المونتاج ايج اوف اولترا ايج اوف اولترا ونو واي هوم هنكمل ايج اوف اولترا ونو واي هوم حد عايز يتكلم كلم انت انا صراحه مش هتكلم ان الحاجات اللي انا ممكن اقولها في ايج اوف اولترا على قد ما انا حبيت الفيلم ده هكون بنافق نفسي لو انا قلت لو انا حبيت برضه اعزز منه مقارنه بنو واي هوم اللي هو اداني التجربه اللي جدا جدا ساتيسفاينج ف فيلم ساتيسفاينج اكتر نو واي هوم فيلم برضه القصه بتاعته لذيذه نوعا ما مع البلوت هولز اللي موجوده فيها و بس انا من الفوت بتاع نو واي هوم سمبل از ذات حد مستعد يدافع على ايج اوف اولترا كمان هتقول انا كمان تاني لا مش هقول انا نحط شطه لا مش هقول انا كمان انا اختار ايج اوف اولترا هتختار ايج اوف اولترا انا بالنسبه لي لما برجع اشوفهم تاني لما رجعت قبل الحلقه اشوفهم استمتعت بيه اكتر من كده على الرغم ان عندي بص لسته ملاحظ اقولها عليه لسته كده على الفيلم على الشخصيات وصلنا لفين بدا منين عندي ملاحظ كتير لكن انا استمتعت بيه اكتر ماسك نفسه اكتر من نو واي هوم نو واي هوم الشوك فاليو ثلاثه مع بعض فيلن هنا فيلن هنا فيلن هنا فيلن هنا ده غير ان ايه خد بالك ان انا ضد كل الاعمال اللي ليها علاقه بالمالتيفيرس مش شايف ان اتحط له قواعد واضحه الحاجات الكلام اللي انت بتقوله ده يا لهوي يعني بعيدا عن ما اذا كنت حسنا وجهه نظره في النهايه ولا لا بس هو اللي اتكلم عليه صح المالتيفيرس طلع عيب لحد دلوقتي واحنا المفروض انت داخل على سيكريت وورز طب وبعدين مش فاهمين منين بيودي على فين وجالك التريلر بتاع كوانتمانيا نيل الدنيا اكتر فين فانا لسه ما شفتش التريلر او ماشي يعني نعمل اي تريلر رياكشن وخليني برضو اقول كده ستيتمنت ان انا مش حابب المالتيفيرس في الافلام اصلا انا شايف المالتيفيرس انا كنت باصص بره البانلز بتاعه الكوميكس انا كنت شايف ان الموضوع تحدي كبير جدا وقاعد مستني اشوفه هيعملوه ازاي هم عاملينه عايم لا اقدر اقول حلو ولا وحش بس يعني عايم بتطلع من مسلسل لوكي بتحاول تستنتج شويه قواعد تطلع منه وهم تستنتج شويه قواعد تانية وقواعد ما تجاوبلكش عليها فانا مش معجب هي هدمي اون قواعد انا اسمع قواعد فبقدرش انت هتروح مع ايج اوف اولترا انا مش عارف واو واو هقول لك حاجه في سبايدر مان واي هوم عارف الفون اكسبيرينس اللي نزل بعد كده في السينما ده هو المالتي فيرس بيحصل استنى شوف انا بحرك يعني في حد اللي عملت مارفل ما ينفعش يعني انا شايف في ماتش عايز اشوفه في ماتش عايز اشوفه انت انت تقيل يا فهمي انا كنت فاكرك استهونت بيك في البدايه ولكن طلعت واعي عارف سبايدر مان حصل ري ريليس قريب عملوا حاجه اسمها الفان اكسبيرينس ببوست كريدت سين تاني وشويه مشاهد زياده وطبعا ما اعرفش مين بره بقى الاستاد والسي والا والناس اللي بتحضن بعض والكلام ده كله لقيت الموضوع هبدأ يعني بص انا في الاخر واحنا بنعمل مراجعات واحنا بنعمل ريفيوز بنقيم الاكسبيرينس جزء مهم الاكسبيرينس وانا افضل ادافع على النقطه دي انا افضل ادافع على النقطه دي ان السينما هو الموضوع بتاع السينما اكتر من بس من حكايه القصه صح. السينما التجربه لازم يكون جزء منها والكلمه الجمله دلوقتي اللي بتتقال مره تانية لما مارتن سكورسيزي قال لك ان افلام الكوميك بوكس كانك رايح ملاهي عماله الناس بتترددها تاني على فكره مارتن سكورسيزي ما كانش قصده يعني ان هو يقول الموضوع ده من ناحيه سيئه او ان هو ينتقد لا لان في كتير من الافلام انت بتروح تتفرج عليها بس كانك فعلا رايح الملاهي وكانت تجربه فيلم نو واي هوم لا كانت ملاهي خرافيه كانت صحيح. ملاهي خرافيه صحيح. عشان كده لما بنقول السينما ما بنقولش فيلم هي مش فكره الفيلم المنتج وخلاص وطبعا ما اعرفش مين بندخل فيها عنصر السينما عشان التجربه تبقى عامل مهم ان احنا بنتكلم فيه فالتجربه يعني لن اهدى ماشي انا فالتجربه لا سوري جوهد لا فالتجربه انا اسف طلعتي طالعه غلط معلش انا اسف اصل انت بتلعب استراتيجي لونج تيرم فانا عايز اقراك فمش عارف لا انا هقول في سخيف بس لا بلاش لا ماشي يعني اوكي الترون لما بيجي في التلفزيون ولما بتفرج عليه بحس لغايه اخر لحظه ان هو متماسك يعني انا بعد ما عملت ريفيو الريتنج بتاعه عندي على فكره كان 9/10 وناس كتير وناس كتير قالت ان انت مبالغ فيه وكلام زي ده وانا لما بيجي لي هجوم شويه زياده
ببتدي ارجع اتفرج وراجع تفكيري. هو انا ممكن فعلا اكون بلغت ما اعرفش من كل مره اتفرج على ايج اوف الترون، لا كل حاجه عجباني فيه في اول مره لسه عجباني لغايه دلوقتي. فار فروم هوم نو واي هوم سوري، التجربه عملت فيضان ابن لذينة ما فيش حاجه في الدنيا تقدر تتفوق عليه. تاني مره لما دخلت احنا كنا ثلاثه بس في السينما، فلقيت بتابع الفيلم اكتر. حتى تخلي بالك الفان اكسبيرينس ديت فيها مشاهد اكتر للثلاثه سبايدر مان، ولسبب ما حسيت ان هم اقل. هم معقول هم عملوا كده بس عشان الهايب نزل؟ هم عملوا كده بس، مفيش سبايدر. ده انا كنت حاسس ان هم قعدوا مع بعض كتير وعملوا حاجات كتير، طلعوا ما عملوش كتير ولا حاجه. الدنيا كانت نفخه نفسها شويتين. انت عايز الافنجرز كلهم يلعبوا بعض؟ ما هو مش هيحصل. في طرف مش افنجرز يعني، يعني ما اوكي خلاص انا عايزه بيلعب. اوكي تمام. انت عشان... انت عندك استعداد تغير ولا إيه؟ لا انا برضه اقول سبايدر مان نو واي هوم، مع ان انا بعشق فيلم ايج اوف اولترون، وانا دفعت على فيلم ايج اوف اولترون، بس عشان اكون صادق مع نفسي كتجربه نو واي هوم كانت اعلى بكتير. اي وانا عارف ان نو واي هوم لما ارجع اتفرج عليه تاني، ماشي لما ارجع اتفرج عليه تاني انت شفته تاني ولا شفته اول مره بس؟ شفته مره تاني. تاني مره برضو في الستاد؟ لا 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 شفته عادي على التلفزيون. اي بس برضو استمتعت بيه، استمتعت مان. ايج اوف اولترون انا بعشق الفيلم كل حاجه. مشهد في ايج اوف اولترون لما كابتن امريكا يدي الشيلد بتاعه لثور وثور يوم ضربه كده، ده خرافي. طب مين قال لك الناس ما استمتعتش في السينما؟ يا عمي والله انا ده في فيديوهين ليا على الانترنت وانا بدافع عن فيلم ايج اوف اولترون، انا بحب ده. بس نو واي هوم انت عندك، افتكرت اللحظه بتاعت لما فيجن رفع الهامر، السينما هيصت. ايوه ماشي في حاجات من دي كتير، بس ده في ناحيه. وان انت تشوف ثلاثه سبايدر مان بيجروا مع بعض، هو بيعملوا اول نطه لما بقوا عرفوا يشتغلوا مع بعض. مش وحش مش وحش. انا اقنعك يعني انتوا ريفيورز، انا لن اضاهيكم. الافيش بتاع ايج اوف اولترون احلى دي حتتي بقى. معلش يب معلش يب. اوكي خلاص دلوقتي اشتريت. عندك انا السوينج يا لا انا يعني انا اسف ان انا اخيرا خدت منك اللي انا عاوزه، وبعدين بدل ما استخدمه هروح رميه. لا سبايدر مان انا بقى ملاحظ ان انتوا اللي احنا عملناه في انفينيتي وور عملتوه في نو واي هوم. ازاي احنا فضلنا الحدث؟ ايوه بالظبط. انا صادق مع نفسي، مش الحدث التجربه. انا بالنسبه لي الاثنين واحد. لا مش الاثنين واحد، لا التجربه في انفينيتي وور. انا على فكره انفينيتي وور ده اول فيلم اشوفه المارفل، ايه وكنت قاعد حاسس الناس عماله تسقف وتهيص وانا مستني فلاش اصلا. فلا كانت تجربه مبهره يعني. انا كنت قاعد كانت تجربه مبهره، بس مفيش حاجه تتفوق على سبايدر مان. انا ما اظنش ان انا هعيش لحظات زي دي تاني. ما انا كنت بقول كده بعدين دي. لا 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 ما لا لا نو واي هوم مش حاجه زيه يا ريس. لا انا ما سمعتش نص الديالوج من لما رحت قلت لابني تعال نخش الفيلم تاني ليك مزاج تتفرج عليه تاني، قال لي اسمعه بقى المره دي. اشوف كانوا بيقولوا ايه. ايج اوف اولترون خسر، هشيله. شوف انت عمال ليه عملت سنيد وبيقول ما بحترمش الشخص بس بحترم الفكره. بس ما عندكش رؤيه سنيد. شوف الرد ما تعلمش مني. الله يسامحك. شوف الرد عامل ازاي، شوف التعامل معاك بعد اللي انت عملته كله عشان خاطره عامل ازاي. بن 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 سبايس ثينجز اب. يلا بينا. وينتر سولجر وجارز اوف ذا جالاكسي الجزء الثاني. يا سلطان انا لا انا محتاج شويه ارجع. مين ده؟ وينتر سولجر بتاع باكي بورنز والكلام دوت، وجارديان بيبقى بتاع جرود. ايه دول ليه مع بعض؟ حاجه جراوندد وحاجه يعني اللي انا ليه اقارن البرتقال بيوم الخميس بالليل يعني؟ مان لا 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 اثنين مختلفين جدا. اكتر من الاختلاف اللي كان موجود مع سبايدر مان ومع سبايدر مان وانتر سولجر اكيد. مان العيله يا جماعه فهمي، قول لي انت فين. ايه انا هنا معاك يا حبيبي، قول لي انت فين هنا. لا انا ببتز استاذ مجدي عبد الفتاح. العيله والشرخ اللي بين العيله والصدع والقميص بتاع العمدان يعني في عائلات محتاجين نكسب جد. كمل بيحبك. هتيجي هتجيب وام في كل واحد في حته، ودادي ايشوز ليه علاقه ببيوندو، وجامورا سابت ابوها يا عيني. على فكره دادي ايشوز في كل مارفل، كل مارفل فيها دادي ايشوز. فمش ما تبوظش الستيتمنت بتاعي يا حبيبي يا ابني.
ونبيولا غيرانه من اختها. نبيولا عادي. اه تمام. هو دلوقتي هيفوت ده وينتر سول. احنا نرجع ايرون مان اصلا من الاول. لا ما فيش ما دي دي الفكره من الشو كله. ما فانت جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 2 برضه مش لسبب فني عشان ايه ما تهتكش بعد كده بعد ما الحلقه دي تنزل. الاستراتيجيه المستقبليه عايز اوصل بيه الحاجه. ما هو ما ينفعش مش هتنفع مش تنفع هنا لازم تركز في الخناقه اللي هنا. عاوزين بعاد عن بعض بعاد عن بعض جدا. ما دي الفكره. يبقى ده بعتبره فيلم كوميدي ده فيلم اكشن. انهي فيلم فيهم مثلا استمتعت بيه اكتر وانت بتتفرج عليه؟ ما هو لو بالمتعه انا استمتعت بجاردنز اوف ذا جالاكسي. ما هو المتعه عامل طيب. مش العامل الاوحد بس هو عامل. أيوة لما القواسم المشتركه تقل تروح للقواسم بتاعه تجربتك انت. انا مش الكلام نور عندي حد. طب احنا مع بعض على فكره فانت ممكن تقول. لا مش عايز اقطع بس مش بقول لك. لا ما انا بقول لك انا متشتت انا مش عارف بجد مش عارف لان قعدت كلامكم عن جاردنز اوف ذا جالاكسي فيه من ناحيه المتعه وبدات كده افتكر انا اتفرجت عليه امتى وازاي وبتاع ورجعت اتفرجت عليه ليه اكتشفت ان استمتعت بوينتر سولجر اكتر. الكلمه طلعت مني الاول على جارديانز كده. اه بس تفتكر ان انا قلت لك ان المتعه مش العامل الوحيد. ماشي في عامل مهم ولكن مش عامل في عامل تاني. وير دو يو ستاند جارديانز استمتاع بالمشاهده الاولى جارديانز اكتر. ري واتشابيليتي جارديانز اكتر بكل تاكيد. اصل ذا وينتر سولجر من نوعيه الافلام اللي ما انا عرفت اللي حصل ينفع يتقال عليه كده عارف. التاني لا عايز اعيد اختبار المشاعر. ده وارد. ساوند تراك. And if you don't love me now. ماشي. هو كارت الساوند تراك دوت ينزل على أي حاجة وردينز أوف ذا جالاكسي وش. ما. مهتمين بيه أكتر من حاجة كتير. في حاجات في جاردنز أوف ذا جالاكسي سيري زيادة على اللزوم. عشان وفيها نفس المرض اللي انا بقوله بتاع عشان السيلينس او السخافه مكون اساسي في الدي ان اي بتاع جارديانز اوف ذا جالاكسي بتاع مارفل عامه وجارديانز اوف ذا جالاكسي اكتر من غيرهم لدرجه ان انا لما دخلت جارديانز اوف ذا جالاكسي الاولاني اتصدمت من الالينز الخضراء والالينز الزرقاء والالينز الحمراء ولا ما جمعتش بسرعه. انا انا هدي احترامي لوينتر سولجر بس لا جارديانز انا اظن ان جارديانز كاري واتشابيليتي كتجربه مارفليه كفيلم برضو ممتع فهقول جارديانز او الجارديانز مع كامل احترامي لوينتر سولجر. وينتر سولجر انا فيلم كنت اتوقع انه ممكن يوصل للنهائي بس تعرف ان حتى جارديانز اوف ذا جالاكسي رغم ان هو فيلم يعني لو اي حد في الدنيا حيرمي ارجمنت ما بين الاثنين يقول لك كابتن امريكا ذا وينتر سولجر فيلم جد وجارديانز اوف ذا جالاكسي فيلم سخيف. ومع ذلك التضحيات في جارديانز اوف ذا جالاكسي اشد من ذا وينتر سولجر. بالظبط. انا ما عيطش لو اتفرجت على فيلم وينتر سولجر بس لو اتفرجت على فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي في الوقت الصح انا ممكن اعيط. صح. انا اقول جارديانز. انت هتقول ايه؟ طلعنا اصدقاء. وانت سولجر فيلم اعلى افلام مارفل. جاردينز اوف ذا جالاكسي فوليوم 2 وصل لنص النهائي. دي غريبه. انا ما توقعتهاش. افنجرز 2012 وافنجرز اند جيم. انا قد بكره. واو. بسم الله الرحيم. افنجرز 2012 هو اللي فوز. سمبلي انا عارف انك عندك شويه مشاكل مع اند جيم وانت عبرت عنها كتير. سمبلي لو هنتكلم النقطه اللي احنا بنتكلم فيها من شويه نقطه الريواتشابيلتي ان انت تتفرج على فيلم اكتر مره. فيلم اند جيم اول مره تتفرج عليه اعظم حاجه شفتها في حياتك. تاني حاجه تتفرج عليه تاني مره تتفرج عليه اعظم حاجه شفتها في حياتك. تالت مره تتفرج عليه انا زهقت انا عايز اقوم خلاص كده انا جبت اخر بجد. واند جيم على فكره بيعاني من نفس المرض اللي ممكن تلاقيه في فيلم زي لورد اوف ذا رينجز ذا ريتيرن اوف ذا كينج. تمام اللي هو مش عندك اندنج واحده لا انت عندك اندنج فالاندنج كمان وبعد كده في اندنج بعد كده في اندنج بتسيت وحاجات هتحصل في العالم ده بعدين بعد كده في عندك اندنج كمان. فلا الفيلم قعد اكتر من اللازم فعشان كده لما تتفرج عليه مره ثانيه تمام الفيلم بيقدم. فيلم افنجرز الاساسي فيلم مدته ساعتين و13 دقيقه تقريبا تتفرج عليه كان اتفرجت على 5 دقايق بس.
الفيلم ما بيقفش، الفيلم بيدي لك متعة 24 ساعة بس بيضرب 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 بيضرب. الفيلم فيه يعني لو هنقول تاني احسن فيلن في تاريخ مارفل كلها لوكي، تمام، واحسن فيلن في تاريخ مارفل مش ثانوس اللي في اند جيم، لا ثانوس اللي في انفينيتي وور هو احسن فيلن في تاريخ مارفل. تاني واحد على طول لوكي. الثوانيس لا تتجزأ. لا 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 لا، ثانوس اللي في انفينيتي وور حاجه وثانوس اللي في اند جيم حاجه ثانيه خالص، مش نفس ثانوس اللي في انفينيتي وور لو صنفناه كفيلن اصلا يبقى فيه شويه علامات استفهام، هو كاركتر ماشي لكن هنا فيلن اكيد. اوكي ماشي ثانوس اللي هنا في اند جيم مش زي ثانوس اللي بصرف النظر عن كونه عنصر يعني يرجح او ما يرجحش. لا لوكي كفيلن برو يعني كاريزماتيك اكتر بصراحه، ما مش هنكر ده يعني. فهمي كان عندك وجهه نظر، كان يعني هو تساؤل اللي هتحسه فلسفي قوي في الحياه عموما مش في الفيلمين دول بس، هو ليه ايه احلى البدايه ولا النهايه؟ جميل، هل ينفع نحطهم في هما جم بالصدفه مع بعض بس يعني لو تساوت كل العناصر الاخرى، لو تساوت كل العناصر الاخرى البداية. لو هنتكلم فعلا كسؤال فلسفي في الحياة، انا اشوفهم هما الاثنين نفس الشيء، بل الاهم منهم الرحلة، فاهمني؟ فبس ده مش هيمشي في السياق اللي احنا بنتكلم فيه، دي حاجة تانية. لو البداية ما دخلتكش التجربة، النهاية ملهاش معنى. ماشي، بس انت ولا الرحلة ليها معنى؟ مش عارف، خلينا هنا خلينا هنا. بس على فكره بالنقطه اللي انت قلتها ده معناه ان برضه افنجرز هو اللي علي، مع ان اند جيم كونكلوجن، اند جيم قفله محترمه، قفله محترمه، مش لسلسله افلام ذا افنجرز، لا لا لاول ثلاث مراحل لعالم مارفل السينمائي، وكميه البي اوفس اللي في فيلم اند جيم محترمه، حاجات اتعمل لها سيت اب فطول العشر سنين اللي فاتوا تم احترامها ودورها. السلام عليكم في الاند جيم، تمام. فاند جيم ليه الاحترام من الناحيه دي، بس برضو افنجرز في ليك ثانيه، في ليك ثانيه، مع ان افنجرز ربما ما يكونش فيه احسن سي جي اي، ربما ما يكونش اكتر فيلم تكنيكلي عناصر زمن، بس دي عناصر زمن ومش اكتر يعني. إيه لا بالعكس، لان في زمن افنجرز كان قبلها بسنتين طالع افاتار، وافاتار فيجوالي احسن منه بكتير، مدرسه تمام؟ مختلفه تماما. اي نو، بس انا ساعات برضو ما اقدرش انكر ان ساعات فيلم افنجرز شكله شبه الافلام اللي بيقول لك التي في موفيز شويه، تمام. ما عنديش الانطباع ده خالص، تمام. مش الالوان بتاعته مش احسن الوان، التون بتاعته مش احسن تون، ودي حاجه انا ما عنديش اي مشكله معها، لان الحاجه اللي الفيلم ده حاول يعملها، حاول ان هو يبني عالم، حاول ان هو يجمع ابطال اول مره تحصل في التاريخ، النوفلتي. واو، حلوه دي. مش عايز تخانق عليها، مش عايز تعمل حاجه. لا يعني مش خناق لمجرد الخناق، انا نفسي مش خناق لمجرد الخناق، بس انت يعني انت اقتنعت الفيلن لوكي اوف اسغارد ضد ثانوس من محل 2.5، فاهمني؟ فلا يعني الخناقه اللي هنا لازم تكون مع ثانوس الاساسي بتاع انفينيتي وور، مش ثانوس بتاع اند جيم. ثانوس بتاع اند جيم ده واحد بتاع حرب جعان عايز يقتل وخلاص، ثانوس بتاع انفينيتي وور ده واحد عنده فلسفه، عنده هدف عايز يوصل. بس يا عزيزي، لا ما فيش اند جيم اولا لو دوت عمل اول انسامبل اوف سوبر هيروز مع بعض ونجح تماما في ده، فده ضربه في 15. اوكي ماشي وما زال نجح في ده، حلو. ما فيش حد حس الا بس المشهد بتاع جمعيه المراه المتوحشه. اوكي، لان جمعيه المراه المتوحشه في انفينيتي وور احلى. اوكي صح ما حسيتش بيها. هنا كان مصمم اكتر من اللازم، او ملائم مقحم شويتين. بالظبط. ولكن المخاطرات اللي خدها انجيم بالعدد الكبير ده كله، بانه يدخل الاليمنت بتاع التايم ترافل ويسف عليه وهو بيدخله، انه يرجع يفيزيت المشاهد القديمه وتطلع مقنعه بشكل كبير، هو انت اصلا تقدر تعتبر ان انجيم جواه دي افنجرز. بالظبط عمل باي اوف لحاجات وجواه افلام تانية كتير، من المشاهد التانيه كتير، من افلام تانيه كتير، وراح زرها واحترمها جدا واداها وزنها. ميال شويه لحته ان اند جيم اقدم على مخاطرات اكبر بكتير، حلو. ولو كان خسر في واحده منهم بس كان فيس جامد. الفاينل ريزلت اللي طلعت، النتيجه الاخيره طلعت فيلم ايفنت خرافي جامد جدا مش طبيعي، بس لما اتفرج عليه تالت مره الثغرات اللي فيه تكتشفها تاني، تقول اوكي لا واضح ان هو ما كانش بالجمدان اللي انا كنت فاكره. وبعد كده انت لو فكرت فيها، مين الفيلن بتاع اند جيم؟ مفيش فيلن،
مفيش فيلن مفيش, مفيش لا في ثانوس ازاي ايوه ثانوس مش مظهرش في الصوره في الاخر بس ثانوس أيوة. موجود من الاول زي الجليتشايه اللي حصلت عند نيبولا وبعد كده هو دخل في الصوره وفهم اللي كان بيحكي ده ثانوس وبعد... ده ثانوس ضعيف بشكل مش طبيعي بالاضافه لانه راجل... كان راجل... موجود بفورمتين هو اصلا كان موجود في اول اند جيم اول اند جيم ده انت ما تحسبوش ان اول اند جيم ده 5 دقايق بس زياده من فيلم انفينيتي وور تمام بس ما علينا ثانوس اللي في اند جيم ليه ثانوس اللي في اند جيم اضعف من ثانوس اللي في انفينيتي وور مبدئيا ثانوس اللي في انفينيتي وور زي ما قلنا شخصيه الفيلم كامل لافف حواليها شخصيه عندها هدف ماشي ممكن الهدف ده انت تقول ان هو سطحي وبيخلي الشخصيه وان دايمنشنال تمام ملهاش معنى بس ماشي هو ليه الهدف بتاعه هو ايكو تيرورست عايز يمحي نص العالم عشان عنده هدف ما هو فاكر ان ده الصح حلو الكلام ثانوس بتاع اند جيم واحد مجنون حرب مجنون حرب انا عايز اعمل حرب لا وفي نقطه في نقطه من النقاط في نقطه من النقاط بيقوم قايل ايه انا كنت هعمل انا كنت بفكر في يوم من الايام ان انا امحي نص العالم بس واضح ان العالم ده ملوش لازمه فانا همحي العالم كله وابدا عالم من جديد ده دافع هبل ده مش ده سيول الدافع ده انت بتحط اصلا حط المشهد اللي اتحط قدام عينه وهو شاف ايه ايه شاف ايه شاف الافنجرز بيحاربوا هو شاف رقبته بتطير لا ده بعدين ده بعدين لا 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 هو لما رجع وهو غاضب في الاخر شاف رقبته بتطير وقرر أيوة. لا يعني الدفع الاساسي بتاعه المره دي بقى الغضب لدرجه ان هو قال قبل كده ده اللي بيخليه قبل كده ده اللي يخليه سطحي ده اللي يخليه مختلف يعني. تماما عن بتاع مختلف لا انا مش ضد دي كانت الارجمنت بتاعتي اصلا وهو فيلن في المره دي اضعف من اللي هنا بس ما تفسوش لدرجه ان هو شخصيه فيها عيوب هو دلوقتي بقى الدافع بتاعه دافع شخصي وهو قالها بلسانه على طول قبل كده ما كانش فيه حاجه بيرسونال المره دي ام جوينج تو انجوي ات وده بيضعف ليه عشان هو ايجوتستك ما هو ده برضو شيء مهم ان هو اتحط في الصوره ماشي ماشي تمام مش حاسس نفس هو الفريق استغلاله هنا غير استغلاله هنا هنا اصلا ما ينفعش يتقال عليه فيلن مش قوي عشان هو البطل هو هنا كاركتر هو شخصيه مهمه هنا هو بقى الفيلن بس فانت لازم تكرهه فلازم يدي لك الدوافع بتاعه الحاجات دي ايه بقى اللي قلبه للجانب الاسود ده السياق اللي احنا بنتكلم فيه ان انت بتتكلم هنا هو ثانوس اللي هنا بتتكلم قصاد لوكي لا 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 قصاد لا, لا 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 احنا بنتكلم دي افنجرز 2012 قصاد دي افنجرز اند جيم 2019 مش عاوز المعركه تنزل في الاخر لان اللي عنده الفيلن الافضل لا يكسبه بس ده جزء من الفيلم ده جزء من الفيلم جزء من الفيلم بس مش الفيلم كله ده حرك الافنجرز هنا وده حرك يعني انا كنت لسه بقول لك الارجمنت الاساسي بتاع هنا كميه المخاطرات اللي هو اقدر عليها دي افنجرز ده لعبها سيف 100% لدرجه انه حتى ما قدملكش فيلن جديد ده راح يستعان بنفس الفيجن بتاع الفيلن بتاع طور هنا اقدم على مخاطرات اكتر بكتير ولو حاجه فيهم كانت خيشه تخيل يا جماعه لو كانت الناس طلعت حتى اراء النقاد من قبل ما الجمهور كله يتفرج وقال لك تايم ترافل ان مارفل موفي 4-5 يتريقوا الموضوع اتضرب مقص هو واقف نزل على جنبه ما يقومش تاني من ساعتها شفت الحجه اللي احنا قلناها في البدايه ان فيلم ايج اوف اولترون تمام بعد الهايب اللي نزل على فيلم ذا افنجرز الاساسي فيلم ايج اوف اولترون كان سيكول حلو يدي باي اوف حلو للحاجه العظيمه اللي جت قبلها فيلم انفينيتي وور انا بالنسبه لي هو الماجنم اوبس هو الشيء الفني هو الحاجه الكبيره لان بعد ما خلص فيلم انفينيتي وور تخيل نفسك كنت عايش في السينما بعد ما خلص فيلم انفينيتي وور انا مش اي ما انا فاكر كويس انا الفيلن انا هفضل معاك كده لغايه لما تشغل بالظبط مش هينفع فالاكسبكتيشن اللي كانت على اند جيم كانت عاليه جدا عاليه بشكل مش طبيعي وتحياتي الاند جيم ان هم عرفوا يعملوا فولو اب ابن لذينه الانفينيتي وور بالظبط وكده بس ده ما يعليش على انفينيتي وور ما يعليش وما يعليش على وما يعليش على الشيء اللي بدا هل احنا متفقين ان الجزء الثاني لما يقدر يقف قدام الجزء الاولاني ده بيديله احترام كبير جدا بيديله احترام كبير جدا وده بيرجع لسؤال الفلسفي اللي فهمي ساله ان البدايه دايما ليها تقدير اكبر فالنهايه او اللي بيحصل بعد كده لما يقف قدام التقدير دوت وعلى الاقل ما يجيبش لنفسه انتقادات فده انجاز كبير قوي لانك عمال تستعير حاجات من افلام اخرى انت مش قادر تقدم جديد ولما جيت تقدم جديد خدت مخاطرات كبيره وانا بموت في الفيلمين انا مش عاوز الاقي نفسي بباب موت واحد من الاثنين انا بموت في الفيلمين بس لا مش على شويه العوامل ديت الافنجرز يكسبوا خلاص اختار انت بترميها لنا في حجر ايوه لا بجد سوينج انت اخترته اصلا انا افنجرز وانا ام جي هيروح قايل انا انفينيتي وور حل يطلعني من بازك اللي انا فيه قول على مهلك على مهلك خالص مفيش اي ضغط بس الفكره انتوا اتلميتوا الموضوعين كلهم فاهم دي اول مره تطلع عندي في القناه من غير اي ضغط كمان انا جيت لك اسكندريه ما انا جيت لك القاهره يا جدعان لا
ده من غير ضغط بجد والله الموضوع مش شخصي يعني. لا هو دول ضغطين الورقتين قدام بعض ده ضغط. Three hours later. أنا هقولها بقى ورزق على الله. روح ها. زي ما تيجي تيجي. واللي يختلف يختلف الاختلاف ده عادي. عادي. أعتقد عادي. 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 نحترمه أو عدم مش مشكلة. مش مهم نختلف. فيش مشكلة. أنا عملت المقدمة دي عشان أدي نفسي وقت أكبر أفكر. الاختلاف شيء جميل. الاختلاف عظيم. الاختلاف رائع. بس تيجي نتكلم على الاختلاف. أنا شايف أنا هنتكلم في الاختلاف. ثانية استرجع كده كم مشهد معين يعني. ماشي. That's my secret cap. I'm always angry. تن 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 أول الهيرو شو بومان كمان عشان تفكرك بمشهدين يعني طبعا. يا لهوي ايش ده بقى هم الاربعه على بعض نص النهائي لا نص النهائي لسه دول هيلعبوا بعض ودول هيلعبوا بعض نصف النهائي الاول افنجرز انفينيتي وور ونوي هوم اللي هو مكتوبه فرفرو اللي هي مكتوبه فرفرو صعب نوي هوم حتى لما يجي ما تشوفوش تلاقي المره اللي فاتت انت اللي ختمت فمن المنطقي المره دي انت اللي تبدا مش احنا قاعدين فجاه لقيتني لقيتنا قاعدين في عزاء ما خلاص الموضوع الكلايمكس داخل علينا اهو انا اظن نوي لا انت ما تظنش هو اللي هقول حاجه ملهاش دعوه باللعبه بس انا اظن ان البيك بتاع الخناقات خلص اوريدي يا راجل نوي هوم حدث تجربه مفاجاه بس انفينيتي وور بالنسبه لي حدث وتجربه ومفاجاه اكبر من سلم عليك يا سلام هو ده اتفاق لا معلش مش عايز اكتب يا حلال مش بس حاجه بعمل كده عادي في ايه ما تفهمنيش غلط خلاص كده انت خلصت اه وانت خلصت انفينيتي وور للنهائي يا الله اتس هابينج اتس هابينج اتس هابينج جون جالاكسي افنجرز 12 وانت بتبص لهم بص الفريق وفريق ما على فكره دي لا ده 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 اللي انت كنت عايز توصل له دي الشطرنج الرباعي الابعاد افتكرت اصل لما اتقال يا جارديانز في عالم في عالم مارفل السينمائي طب ما احنا عندنا الافنجرز فرقتين داخلين مع بعض ازاي فانا دخلت دماغي طب النقطه بتاعتك بتاعه البدايه وبتاعه سيكوال جاردينز هو سيكوال لا ده لما النقطه بتاعتي دي تستخدمها في حاجتين لما ما كنتش في مازك زي ده اولا اه تمام والحاجه الثانيه لما نكون بنتكلم عن فيلمين لنفس السلسله تمام اي فوت دي افنجرز افنجرز انا بقى لي ساعتين بكتب كتاب على افنجرز دايناميك بين الشخصيات فيلن سيت بيسز ييجو احسن من لوكي ازعل منك جدا انا قلت كده انت ليه بتفترض الفضيه ما إيه؟ انا بطرح السؤال بس تمام انا بسال بس بملى كلام انت في ايه مالك لا افنجرز فريق لفريق تقديم افنجرز والتقدير وكل الكارنس وكلاس بيقولوا طب ينضر له بشكل عام لان هو فيلم خفيف حلو قوي بس حياتي ليه ان هو وصل لحد هنا حياتي ليه ان هو وصل لحد هنا فيري فيري ترو جيمس جان عملت اللي عليك بس دلوقتي هنقع في نفس الحاله ترارن 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 جوس ويدن ضد الروسوس واو انت تريد تلعب اوريدي وانت بتقول الجمله دي ايه لا 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 ما بلعبش على فكره انا عارف مين اللي هيفوز خلينا نقعد ساكت هو انا من النقطه دي بعدين انا عجبني السؤال جوس ويدن والروسوس مش معنى كده ان انا اخترت انا بس انا مالك هو خلاص احنا في النهائي دلوقتي في النهائي كده ان انا اخترت في النهائي انا بشوف ويعني عاركني جوس ويدن فهم التون بتاع الافنجرز المطلوب اكتر حلو الروسوس لعبوا على ده الكلايمكس ما طبيعي بدات خط هنا خط هنا خط هنا الروسوس ما قدموش حاجه في انفينيتي وور
تانوس بس. انا يعني عندي اعتقاد ان انت انفينيتي الباقي كله استعارات من افلام اخرى. يعني انت جبت جارديانز اوف ذا جالاكسي اللي عملهم جيمس جان وجبت الايرون مان اللي عمله جون فافرو وجبت ما اعرفش مين اللي عمله ما اعرفش مين وجبت ما اعرفش مين اللي عمله ما اعرفش. يعني انا بقتنع بتعاونات الشخصيات مع بعض في انفينيتي وور اكتر من اند جيم. يعني حكايه اي بس المره دي هو تقريبا خلي بالك في انفينيتي وور بالتحديد تقريبا كل واحد في العالم بتاعه لوحده مش زي في اند جيم لما حصل اختلاط اكتر وحصل حاجات بالطريقه ديت اكتر اللي هم لما تشوفهم فجاه كلهم لا بقوا خرجوا من العالم بتاع حد بره العنصر بتاعه وتواجدوا جوه عالم واحد باشكال جديده الى حد ما مش كبير قوي. لكن هنا هو اجين تانوس راح حارب جارديانز اوف ذا جالاكسي في السيتنج بتاع جارديانز اوف ذا جالاكسي وراح حارب معرفش مين في السيتنج بتاع معرفش يعني مين واللي حصل مع ايرون مان واللي حصل مع كابتن مع دكتور سترينج حصل في نيويورك بالثيم بتاع افنجرز مش عارف يعني احنا متفقين في نقطه ان انفينيتي وور واند جيم سكتشات او يعني فيهم الطابع السكتشي لقطه في لقطه فريق راح حته وفريق راح حته وفريق راح حته وفريق راح حته شويه وبينهم شوي. لينك شوي. انا شخصيا شاري اللينك في انفينيتي وور اكتر شاري ليه ده مع ده ليه دول دلوقتي بيتعاملوا عشان كده انفينيتي وور هنا واند جيم مش هنا مبدئيا انا فرحان ان النهايه وصل لهنا فرحان جدا ان النهايه وصل هنا ان منطقي جدا ان النهايه يكون هنا إيه لو في فيلم تاني كان يستحق ان هو يكون في اللعبه دي انا ارى ان هو كان ايرون مان صراحه لان ايرون مان انا بشوف ان ايرون مان انا مش مختلف ايرون مان افنجرز الاولاني انفينيتي وور هم الترينيتي الثلاث جوهر اللي في التاج بالظبط المارفل عايزين الجوهره اللي في النص دلوقتي ما بالظبط انا بالنسبه لي اراها بكل بساطه انفينيتي وور ايوه البدايه ايوه انا لسه دلوقتي كاتب كتابين على العظمه بتاعه افنجرز بس انفينيتي وور اخذ اللعبه المكان تاني خالص اخذ اللعبه المكان تاني خالص انت بتثبت انا ايه بعصبك لا مش حكايه بتعصبني حكايه ان احنا بنتاثر بالاقرب بنتاثر بالاجدد بنتاثر باللي استفاد من الدروس او باللي استفاد من الفاونديشن اللي استفاد من الاسس اللي بناها ناس وكانت في وقتها مخاطرات كبيره جدا فعلا صحيح صحيح انفينيتي وور انا بموت فيه وبحبه جدا ومش قصدي دلوقتي ان انا بفوت افنجرز انا لسه محتار جدا بس هو اقدم على مخاطره واحده بس ايه هي السناب ما قبل ذلك كله مغامرات ويا لها من مخاطره ويا لها من مخاطره اللي دفع تمن المخاطره ديت ان جيم مش هو بالظبط لان دي كانت الكلوزنج شابتر وخلاص والسينما ضلمت والناس كلها فضلت بتنحل ان السينما ضلمت وعمل اللي ما فيش فيلم تاني عمله في الدنيا ان هو قتل الهيروز ده مش معقول يعني وده والثانيه اللوم اللي يجي على مارفل ما ينفعش تربطه في انفينيتي وور لان لو تقفل على فيلم انفينيتي وور لا فيلم انفينيتي وور عمل حاجه جريئه اللي هو فعلا البطل الفيلن هو اللي كسب والابطال اتعملوا شاورما تمام والفيلم قفل على كده ايوه بعدين بقى ان هم رجعوا واستخدموا الميجافن واستخدموا مش عارف مين البلوتر عشان يرجعوا الناس دول ماشي ده الحكم او الاخراج السيء لشيء زي ده يتحكم عليه في فيلم تاني زي اند جيم تمام واند جيم عمله بشكل حلو عامه بس ان انفينيتي وور يقفلوا الفيلم كامل زي كده وانت ده حصل قال لك ان هو هيحصل في اول الفيلم بس لا في اخر الفيلم ده فعلا عملوا الشيء ده عملوا الشيء اللي هم قالوا لنا ان هو هيعمله عنصر المفاجاه اللي في نهايه انفينيتي وور يتفوق على اي فيلم في دول كلهم تقريبا ولكن مش عنصر المفاجاه فقط اللي بيحكم على حاجات كتير صحيح او بيحكم على كل حاجه للنقطه اللي انت كنت قلتها وذكرتوها عن ان انفينيتي وور هو عندك الجارديانز اللي هم اوريدي هم استابليشت واتعملوا في مكان وعندك ايرون مان اللي هو جون فافرو عمل وعندك كابتن امريكا لا هم اللي عملوا روسو زوما وكذا عندك سبايدر مان اللي جون عندك سبايدر مان جون عندك بلاك بانثر اللي كوجلر عمل تمام على فكره ده جزء من شطاره الروسوس ان انت بتقول الروسوس ممكن ما ضافوش حاجه على انفينيتي وور لا ما ضاف ادم ما بالظبط وان هم لعبوا الاوركسترا دي صح ان انت في مشهد واحد تنقل ما بين الارض سماش كات للجارديانز وما تحسش بالغرابة دي لا دي حاجة صايعة دي حاجة هم عملوها صح انفينيتي وور فيلم غير مكتمل لو انت نص ذا افنجرز لو انت هتحكي قصة ثانوس هو فيلم مكتمل لان هو البطل بتاع الفيلم بس تعال فكر هو وصل للهدف بتاعه الفيلم اللي على بعضه نقطة النص نقطة انهزام الهيروز انكسارهم خسارتهم للمعركة افنجرز وصل لها في نصه وبدون اي مشاكل
مان. والله لحد دلوقتي فاكر اول لما طلعت كان قبل ما فيلم انفينيتي وور ينزل، كنت انا بدات اركب الويف دي وبدات في عينيا تتفتح اللي هو ايه ده، افلام مارفل كلها شبه بعض. انا بدات امل من افلام مارفل. طلعت من فيلم انفينيتي وور بعت رساله لصاحبي قلت له اتفرجت على انفينيتي وور ولا لا؟ قال لي لسه. قلت له اعظم شيء شفته في حياتي لحد دلوقتي. يعني ما دام انت اتخنقت من افلام مارفل بقت شبه بعض، اللي هي الافلام الاوريجين ستوري بالظبط. طيب ده مش اوريجين ستوري. ما بس لا اخذوا المكان تاني خالص. مان عمري ما كنت اتوقع ان هم يقدروا يعملوا حاجه زي كده. يعني انا مش لا ما انا مش عاوز الاقي نفسي بنساق لاني انتصر لكل ما هو جديد. انا عايز ارجع للاصاله شويه، لان بعشق افنجرز من اجمد الافلام. الكوميك بوكس اللي اتعملت، الفيلم اللي بدا، اللي قال للناس، اللي عرف الناس ان ايوه ممكن تتعمل، ممكن تعمل تيم اب، ممكن تعمل ممكن تجيب كل الناس دول من افلام مختلفه وتحطهم في فيلم واحد. افنجرز اثبت ده وهيفضل في التاريخ على ده. انفينيتي وور طور عليه جدا جدا. والنقطه الريسك المخاطر اللي موجوده في انفينيتي وور، صدق الموضوع سوري انا اسفتك. ايوه النقطه المخاطر اللي انت قلتها، المخاطر الموجوده في انفينيتي وور علت بكتير على المخاطر اللي كانت موجوده في فيلم افنجرز. وده نو افنجرز كان عنده مخاطره بنت كلب من اعظم ما يمكن الناس بتنساها. هالك اللي حاول يتقدم قبل كده مرتين وفشل. والمره دي بيقدمه لاول مره بممثل بيظهر لاول مره. بعد ما ده الاختبار اللي فشل فيه، مش معداش من سمنباش، فشل فيه ادوارد نورتون وإيريك بانا، ودول مش ممثلين صغيرين. معنى انا مش كاره على فكره الهالك بتاع ادوارد نورتون، لا 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 في تحدي كبير. ده مش ده مش بس جاي بيقدم حاجه فيها مخاطره، ده جاي بيحط لك في السنتر، في الفوكال بوينت، في النقطه الرئيسيه واحد انا جربته مرتين قبل كده وفشل. وهو بيقول لك لا انا ما اقدرش استغنى عنه، ما اقدرش اقلل من تاثيره، وهجيب ممثل جديد. ومارك رافلو ما كانش قمة الهرم السينمائي ساعتها، يعني لا كان عنده مخاطر. يعني مش عايز اشيل من على الترابيزه ما كانش عنده مخاطر. صح. الحته اللي لعبها سيف ان هو استعار الفيلن بتاع فيلم اخر، دي مش عايز برضو اغير كلامي فيها، دي الحته اللي لعبها سيف. انا بشوفها ماشي بس ما منطق. مين معادي دول دلوقتي؟ او مين معادي ميدجارد دلوقتي؟ اتس ترو تو ذا كوميكس، فاهمني؟ ترو تو ذا كوميكس. اول فيلن بتعمل افلام للناس كلها، مش بتعمل افلام لا فاهم. بس منطقي لاول تجميعه من الافنجرز ان هو اللي يكون. لا انا كنت بتكلم بس على حته المخاطرات بالتحديد، يعني مش عايز اقلل من قدر المخاطرات اللي بتاعته بس هو لاعب سيف في حاجات تانية، وده خاطر في حاجات كتير ولاعب سيف في حاجات تانية. انا اشوف المخاطرات اللي في افنجرز اتبنى عليها حاجات كتير لحد انفينيتي وور، بينما المخاطرات اللي في انفينيتي وور اتبنى عليها حاجات لحد اند جيم بس. فهحسب لأفنجرز الريسك اللي انت تقدم حاجة اصبحت زي ما يقولوا ايه فورمولا ديفاينج. اي حد هيعمل بعد كده انسامبل هيعمل الأفنجرز، هيعمل اللي حصل الأفنجرز. حتى واغلب اللي بيحاولوا ما بينجحوش. في شركة كده اغلب انا مكنش على حبس اسمها الحرفين. اوكي سوبكي برودكت. انت مالك فيه انت ولا حاجة ولا حاجة. فريسك نوفلتي التونز، الكوميديا في محلها، الجد في محلها، والتطور بتاع الشخصيات، الديناميك اللي بين الشخصيات وبعضها. ده اللي بالمناسبه شغل هالك. يعني لو حطيت هالك بتاع اسمه ايه مارك رافل وهالك بتاع ادوارد نورتون في وش بعض، ادوارد نورتون اتظلم عشان ما تحطش في بالظبط. هالك بيشتغل احسن مع شخصيه اي نعم بتاع مارك رافل، اللي هو تحسه ايه اللي اطرافه مش حاده، يعني مش مدبب، هو متنعم شويه. صحيح. عشان يليق في التجميعه دي. ف يعني لحظه الحقيقه بقى قول، يؤسفني جدا ان انا اقول ده، يؤسفني للغايه، لكن انا هختار افنجر. انا هختار انفينيتي وور. عندك انا سوينج في الفاينل. يس yes. انا اللي هلعب ضربه الجزاء بتاعت السنغال. الحمد لله يا رب. yes. مش انا. yes. يا رب الحمد لله مش انا. طيب عليكم انا مهند لاشين. طب عادي اي حد ممكن يبقى مهند لاشين، مش كمان
انا قديم يا محمود جايب. انا انا فيه. انا فيه. حتى لما جينا نسال السؤال الفلسفي بتاع الرحله قلت البدايه. انا قلت البدايه والبدايه هي اللي اوكي. جميل لا انا الفيلم الافضل طبقا لهذه اللعبه. يا جماعه عاوزين نكون واضحين في ان دي لعبه, يعني مش شرط اللعبه فيها استراتيجي, فيها واحد بيتغاظ من انه خسر حاجه وبيبقى عايز يخسر حد حاجه تانية, وده من اجزاء المتعه بتاعتها. فاللعبه بتاعتنا ما بنقولش ان احنا عملنا عمليه علميه او عمليه سينمائيه سليمه 100%. الفني بقى اللي هو كما ينبغي ان اكدت ان هذا هو الفيلم الافضل. ما اعرفش اللعبه اللي احنا لعبناها اللي نتمنى ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا بيها, اللي نتمنى ان مستر محمود يكون استمتع بيها. انا استمتعت اللي نتمنى ان مستر فهمي يكون استمتع بيها. تجربه زي نوي يوم كده بس بتقول بشكل واضح ان ايرون مان هو افضل فيلم في العالم. ولكن اللعبه هي ولكن عشان النفسيات والحاجات اللي مش سالكه ده افنجرز هو. انا صراحه لو الكلام جت في الليسته بتاعتي اللي انا عملتها لما عملت لسته لاحسن افلام مارفل, انا بالنسبه لي كان افنجرز انفنتي وور هو رقم واحد, بعديه على طول افنجرز. فاللي هو نفس أنا الموضوع. انا كنت بهزر, انا شايف ان الفيلم الافضل في مارفل السينمائي هو ايرون مان. اوكي انا برضه اشوف ده. ايرون مان على فكره ايرون مان هيكون في المرتبه الثالثه يا الرابعه, فاهمني؟ فمن اللي هو انت ما بيبعدناش على فكره. في الحالتين كنت مبسوط. يعني انا شايف الاثنين في وش بعض مش كده. انا مبسوط جدا بس لازم نختار. وانا فكرت وعملت قائمتي وجدت ان احسن فيلم في عالم مارفل السينمائي مسلسل شيرلوك. احسن فيلم مسلسل شيرلوك. ده منطق. ده شيء منطقي. ده احنا ما حبيناش نحطه في المنافسه ديت عشان ما اعرفش مين. صراع انسامبل. ايوه مع ديد ديف. لا اكيد صح. درجه الاخضر وصراعات عائليه. درجه الاخضر ده مش عارف. ميجان دي ستاليون فنانه. ميجان دي ستاليون ظهورها وعجبني الواقعيه. زرار النص اللي في النص اللي في الجهاز اللي بيشغل لي السمارت تي في عندي. أيوة. بحب ادوس عليه اكتر من اي تاني. التترات كويسه جدا. يتهيألي كفايه كده. يا انا تمام. نورتونا كالعاده. اتمنى ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا. ما تنسوش تدعموا الحلقه باللايك وتدعموا القنوات بتاعتنا بالاشتراك. الف شكر لحضراتكم على المشاهده. ننتظركم كله هيرجع واكاندا فور ايفر. انا مش ريفيو. انا بس بتكلم عنه بشكل واضح اكيد مش هتفوتوا ان شاء الله باذن الله. اكيد انتظرونا جميعا في الكلام عن واكاندا فور ايفر. باي باي. سلام.